بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي فريق جبار، جمهور الأهلي جمهور جبار وولعها نار. اللعيبة رجالة، 3 أهداف، ولا أروع ولا أجمل. فوز مستحق، فوز مهم. المارد الأحمر يعود بثلاثية نظيفة في مرمى بيراميدز. الأهلي دايما على القمة. يعني الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضراتكم إيه النهاردة، أقول لجمهور الأهلي إيه. أحلى حاجة في الدنيا أن تكون متواجد وسط هذا الجمهور. أحلى حاجة في الدنيا بعيدا عن المكسب وبعيدا عن أي شيء، أن أنت يكون عندك جمهور زي جمهور النادي الأهلي. الحقيقة إحنا دايما ما بنعرفش نقارن نفسنا بحد. الأهلي لا يقارن، الأهلي لا يقارن إلا بالأهلي. بالمناسبة لما بيكون الأهلي في نص مستواه محدش يقدر عليه. وخدوا بال حضراتكم، ودي حاجة بالنسبة لي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وقت الجد الأهلي موجود. وقت الجد جمهوره بيدعمه وبيسنده وبيرفض النقد الهدام. دايما جمهوره بيكون واثق في فريقه. ده وقت الجد، خدوا بال حضراتكم. وقت الجد الأهلي بيلعب على أي حد، واللي جاي إن شاء الله دايما جد في جد. وروح الفانيلا الحمراء دايما تكسب وتكسب أي حد. مبروك لينا والجمهور النادي الأهلي. ولكن أنا كالعادة دايما لما باجي أبدأ بقول لحضراتكم إن أنا كالعادة والله بجد كل يوم أنا علينا بنبقى واقفين قاعدين بنتفرج على مباريات الأهلي، أو قاعدين بنتفرج على مباريات الأهلي وبننتظر ماذا سيفعل جمهور النادي الأهلي علشان يحمس لعيبته ويحمس فريقه، لأنه ده المتوقع دائما. فأنا مش عارف أقول لحضراتكم إيه. دايما دايما لما بنراهن على جمهور النادي الأهلي إحنا بس اللي بنكسب. جمهور الأهلي بيكسب، وجمهور الأهلي بيكسب من غير أي حاجة. جمهور النادي الأهلي بيكسب من غير أي حاجة، ما بيفكرش مين عمل له إيه ومين أجر له إيه ومين ما عندناش الكلام، ما بنحبش نفكر في هذه الأمور. خدوا بال حضراتكم، سياسة النادي الأهلي هي سياسة ثابتة، وده الأهم. البطل بيكون سياسته ثابتة. يعني إيه؟ يعني حتى في ظل الأزمات اللي بيعدي بيها عنده استقرار إداري واستقرار فني واستقرار جماهيري. والحمد لله والشكر لله دايما في النادي الأهلي بنشوف هذا الأمر. أنا مش بقول كده عشان كسبت بيراميدز النهاردة، لأنه من الطبيعي أن أنا أكسب بيراميدز، مباراة صعبة وقوية وكل حاجة، ولكن التاريخ مختلف والطموح مختلف. بالمناسبة هنا طموحنا بطولات، هناك ممكن يكون طموح آخر، لكن إحنا طموحنا بطولات فقط. عايزين ناخد فلوس طبعا وكل حاجة، اللعيبة نقصد، ولكن احنا طموحنا الأول نجيب البطولة وبعد كده نشوف الفلوس هتيجي. ده طموحنا داخل النادي الأهلي. معرفش الناحية التانية قد يكون الطموح مختلف. طموح اللعيبة اللي موجودة دي بالمناسبة مش إن هي طبعا إن هي تكسب وتاخد بطولات وإن هي بس ليه؟ علشان تفرح جمهورها. علشان تفرح جمهورها. مش ان انت تبقى موجود في مكان لمجرد ان انت يعني تاخد كم مليون زيادة. هذا هو الفرق ما بين النادي الاهلي. والله انا هنا لا اقصد احد، ولكن انا بتكلم بشكل عام. والنادي الاهلي الحمد لله بيكفي لعيبته كويس جدا، الحمد لله والشكر لله. عندنا ادارة مستقرة، عندنا لعيبة مستقرة، عندنا جهاز فني مستقر. مستقر بطريقة لعب معينة وبشكل معين وبأسلوب معين وكل حاجة. ففي وسط الأزمات لما تلاقي الفرقة ماشية، أنا عارف إن الأسبوعين اللي فاتوا كان هناك بعض النقد وممكن يحصل تاني خلال الفترة اللي جاية. ده بالمناسبة الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نتكلم فيها هي حق جمهور النادي الأهلي، لأن حق جمهور النادي الأهلي كبير قوي 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 عند كل لعيب، وكل واحد جمهور النادي الأهلي بينده باسمه. فجمهور النادي الأهلي يعمل اللي هو عايزه. ايوه، الجمهور يعمل اللي هو عايزه، ينتقد كيفما شاء، ينتقد كيفما شاء،
ويعمل اللي هو عايزه. ليه؟ لأن الجمهور ده هو اللي بيحطك في سبع سما، وعمرك ما هتخسر رهانك على الجمهور. وده دايما اللي كنت بقوله للعيبة خلال الفترة اللي فاتت، حط رهانك على الجمهور هتكسب. الحمد لله الجمهور ده عارف كويس جدا 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 امتى نبقى ايد واحدة وامتى نتحد، بغض النظر عن اللي بيحصل الناحية التانية، ماليش اي علاقة. عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، النهاردة كسبنا مباراة، هنحتفل النهاردة او هنتبسط النهاردة؟ مش هنحتفل، هنتبسط النهاردة اه، لكن بكرة هنركز في مباراة انبي القادمة، هنتبسط وهنفرح شوية وبتاع وخلاص الموضوع انتهى. تلات نقاط الحمد لله والشكر لله، قدرت تكسب فريق جيد، فريق عنده طموح معين حاول ان هو يكبره خلال الفترة اللي فاتت، وابدى اندهاشه من خلال بيان نزلوه على صفحتهم او على صفحتهم الرسمية، ابدوا اندهاشهم ان النادي الاهلي راح يلعب في استاد القاهرة، وبالتالي النادي الاهلي او مش النادي الاهلي اللي رد الحقيقة، ولكن اتحاد كرة القدم رد قال ان النادي الاهلي يا جماعة حدد رقم واحد ملعب الاهلي والسلام، ملعب رقم اتنين ملعب استاد القاهرة، وبالتالي يحق له نقل مباراته في اي وقت. فكل واحد حر، ولكن في النهاية انا كل اللي يهمني ان انا كسبت ثلاث نقط حطوني على قمة الدوري مرة اخرى في ظل ظروف كانت صعبة جدا، وفي ظل عدد كبير من الاصابات زي ما حضراتكم شايفين. فأنا سعيد جدا 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 النهارده. ممكن نكون عندنا كلام على الأداء ممكن، بس مش فارق معايا. ليه؟ لأنه روح الفانيلا الحمراء اللي كنا بنتكلم عليها طول الأهلي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي في الصرخة اللي بتشوفوها من أليو ديانج. أليو ديانج ده اللي بقاله سنتين بس بيلعب في النادي الأهلي، هو بس مجرد إن هو لبس التيشيرت زي ما حضراتكم شايفين كده، روح الفانيلا الحمراء طلعت عليه، بهتت عليه. هو ده الرهان اللي انا دايما، مش اللي انا، اللي جمهور النادي الاهلي دايما بيراهن عليه. اتكلم في الاداء وقول اصله مش عارف مين رفع اوفر ومين عمل ومين جاب جون حلو ومين لكن هذه هي الروح اللي احنا عايزينها، هي دي الروح اللي انا دايما بنتظرها من جمهور الاهلي، او اللي انا اسف مش بنتظرها، اللي انا اتعلمتها من جمهور النادي الاهلي. واللي عايزها موجوده في كل المباريات القادمه وفي كل اللاعبين. أليو ديانج ده اشمعنى صورة أليو ديانج؟ ما كل لعيبة النادي الأهلي عملوا كده النهارده، ولكن أليو ديانج ده أولًا واحد من بره مصر محترف وبيتكلم لغة غير اللغة، وثانيًا ما بقالوش سنتين ثلاثة موجود في النادي الأهلي، وشوف روح الفانيلا الحمراء باينة عليه إزاي. إيه السبب في ده؟ حضراتكم، جمهور النادي الأهلي، مش حد تاني، جمهور النادي الأهلي فقط هو السبب في كل ده. لأنه النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بيتعرض لأمور كثيرة جدا حضراتكم بتشوفوها بعينيكم، وتحركات مجلس الإدارة الحمد لله والشكر لله. أنا بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته كاملا كاملا، لأنه ما فيش حد بيتحرك لوحده، ما حدش بيتحرك لوحده. أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على كل الخطوات التي اتخذت خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، اللي انا فيه حاجات كتيرة جدا واسرار كتيرة جدا اعرفها، بس مش هقدر احكيها دلوقتي، كله في وقته. بشكرهم على ان كل الجماهير كانت موجودة وبكل ادوات التشجيع اللي هم كانوا عايزينها، وبتشجيع مستمر وهتافات مستمرة. لان على الجانب الاخر انا بشكر جمهور، بس انا يعني انا خايف الناس تقول لك انت عمال تشكر في الجمهور تشكر في الجمهور. والله بجد هذه هي الحقيقة، الجمهور هو اللي عامل فينا كده، هو اللي مخلينا أحسن حاجة في الدنيا، هو اللي عمل الروح اللي حضراتكم شايفينها دي. انتقد شوية ولكن وقت الجد كل جمهور النادي الأهلي مع إعلاميين النادي الأهلي الحقيقيين اللي موجودين هنا من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي، وقفنا كلنا مع بعض وقدرنا نوصل للي احنا شايفينه لهذه المرحلة. قبلنا طبعا احنا اخر حاجه في المنظومه، قبلنا في الجمهور اول حاجه، واحنا او اعلاميين النادي الاهلي هم اخر حاجه، لكن عندنا جمهور، عندنا مجلس اداره ما بيتهزش، مجلس اداره عارف هو عامل ايه، عندنا اداره كره قدم ما بتتهزش، عارفين هم عايزين ايه. وسط كل هذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم
هل ده ينكر ان احنا مش محتاجين صفقات؟ لا يا فندم، محتاجين صفقات، وبالمناسبه هنجيب صفقات. انا بقول معلومه برضو وسط كل الكلام اللي انا بقوله ده، احنا محتاجين صفقات وهنجيب صفقات. مش هنجيب صفقات عشان نجيب صفقات وخلاص، لا، احنا هنجيب صفقات علشان كل فريق بطل بيحتاج على مجموعة اللاعبين اللي موجودين كمان يكون هناك صفقات جديدة تزود روح التنافس وتخلينا نقدر ناخد الدوري والكاس وبطولة أفريقيا وكل البطولات اللي بنشارك فيها. لأنه اللي موجودين دول لعيبة كبار ورجالة وحققوا بطولات كثيرة جدا وإنجازات كثيرة جدا، ولولا وقفت حضراتكم في ظهرهم خلال الفترة اللي فاتت الشباب ده كان اتهز جامد. هم اتهزوا بالفعل، ولكن وقفتكم هي اللي رجعت لهم ثقتهم بنفسهم. فإن شاء الله انتظروا صفقات، معرفش كم واحد عشان محدش يقول لي إسلام قال، معرفش كم، ممكن صفقة، ممكن اتنين، ممكن أكتر، ممكن أقل، معرفش. لكن أنا بقول لحضراتكم أن كل النواقص أو معظم النواقص اللي موجودة في فريق النادي الأهلي هيبقى فيها صفقات إن شاء الله زيادة على الأبطال واللاعبين والنجوم اللي موجودين في النادي الأهلي. لأنه الفريق البطل دايما بينظر لهذا الأمر، أمر الصفقات، بهذا الشكل، أنه هو بيلعب في خمس ست بطولات، عايز ياخد الخمس ست بطولات، مين هيستحمل الضغط؟ النهارده مارسيل كولر وهو بيتكلم اتكلم عن انه مش عارف امتى هيثبت تشكيل الفريق. ليه مش عارف امتى؟ لانه ما مش عارف، يعني قال لك انا بلعب كل يومين ثلاثه ماتش. النهارده كريم فؤاد اتصاب، وان شاء الله اصابته يعني نطمن، نحاول نطمن حضراتكم كمان شويه. كريم فؤاد اتصاب، وبرده نفس الكلام بالنسبه لبرونو، واي حد دلوقتي ممكن معرض للاصابه وسط هذا الضغط الكبير في المباريات. فمحتاجين لعيبه وهنجيب لعيبه. هنركن كل ده على جنب وان شاء الله نركز في المباراه اللي جايه، لانه المباراه اللي جايه اصعب. كل ما بتكسب مباراه بتصعب عليك المباريات القادمه، ولكن احنا متعودين كنادي اهلي على هذا الشكل. الحمد لله يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو العامل الرئيسي والاساسي في انتصارات النادي الاهلي وبطولاته على مر التاريخ. زرع عقيدة المكسب وفلسفة المكسب كل جوه كل أهلاوي، وعدم الاكتفاء ببطولة أو اتنين أو أن أنت تكسب بيراميدز أو تكسب الزمالك أو تكسب، لا، مش إحنا اللي نعمل كده. نتبسط طبعا لأن كسبنا ثلاث نقاط ورجعنا لقمة الدوري، ولكن خلاص الموضوع خلص، اللي بعده. وخلي بال حضراتكم ده اللي اتقال، أنا متأكد، أنا معرفش، لكن أنا متأكد إن ده اللي اتقال للاعبين في غرفة الملابس. افرحوا واتبسطوا النهارده، اركبوا الأتوبيس وتروحوا تقعدوا مع أهاليكوا شوية وخلاص. بكرة تيجي تمرين الساعة 9، عندنا تمرينة، الناس اللي لعبت هتعمل كذا والناس اللي ما لعبتش هتعمل كذا، وهنجهز للمباراة القادمة. هو ده الدوري، هو ده النادي الأهلي. عشان كده الأهلي غير. في الوقت اللي تلاقي فيه جمهور فرق كتير جدا بيحتفلوا، عايشين، هيعيشوا سنين عشان فازوا ببطولة أو اتنين أو بفوز ماتش أو كده، لا، النادي الأهلي دايما اغلق الصفحة واللي بعدها، أو اقفل الصفحة وهات اللي بعدها. علشان إيه؟ عشان خلاص احنا عايزين نكسب المباراة اللي جاية، ربنا يكرمنا المباراة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها، وبعد كده نروح على كأس العالم بقى. شوف كأس العالم ده قصة تانية، أنا عارف إن في ناس كتيرة هتقعد تتفرج علينا بس واحنا بنلعب في كاس العالم، لكن اتفرجوا، ما عنديش مشكله. يعني انا ما شفتش فريق اخر حتى هذه اللحظه، دي المره الثامنه للنادي الاهلي في وجوده في كاس العالم، وما شفتش فريق مصري اخر موجود. فبالتالي اقعدوا اتفرجوا، هاتوا فشار واقعدوا اتفرجوا، مفيش مشكله. بس لما يبقى يجي كاس العالم ساعتها هنبقى نتكلم في هذا الامر. عشان كده دايما النادي الاهلي، لما قلت لحضراتكم ان هو لا يقارن الا بالنادي الاهلي، فرق كبير بينه وبين اقرب منافسيه بالارقام بالبطولات بكل حاجه، ما عندناش اي مشكله في هذه الامور. عشان كده انا بقول لحضراتكم خلونا نتبسط ونفرح النهارده، اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل، ولكن خلاص هنقفل الصفحه ونفكر فيما هو قادم.
وذلك أيضا بفضل إدارة توفر كل سبل النجاح وأجهزة فنية في كل الألعاب تجتهد ولا تتوقف عن دراسة المنافسين، وجماهير على الحلوة والمرة دايما مع النادي الأهلي، ومن هنا كان وسيظل النادي الأهلي هو رقم واحد. من حق الجمهور أنه هو ينتقد في أي وقت وفي أي مكان، لأن ده حقهم، وهم الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة بتطلع من جيبها وبتروح ورا النادي الأهلي في أي مكان، وخايفين على فريقهم لما بيشوفوا في أي هبوط في المستوى، وده وارد أصلا بالمناسبة في كرة القدم. من حقه يفوق لاعبته، ولاعبته الحمد لله والشكر لله دايما بتستجيب لهذه الرسائل، لأن العلاقة ما بين النادي الأهلي وجماهيره مختلفة. احنا بالنسبة لنا جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد بعيدا عن أي شيء آخر. بعد كده كل اللي موجود مش فارق، موجودين، لكن الجمهور هو الأساس في كل شيء، لأن الجماهير هي اللي بتعمل التاريخ. جماهيرنا هي اللي بتكسبنا البطولات، بفضل هذه الجماهير قدرنا نكسب بطولات كثيرة جدا. النهاردة نقطة في بحر عشق الجماهير للنادي الأهلي، متأكد أيضا أن جمهور النادي الأهلي سيظل داعم للأبد للأبد، لأن دي هي الثقافة اللي موجودة جوانا وجوه جماهير النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الفوز اليوم على نادي بيراميدز وفرحة جماهير النادي الأهلي المستحقة، ونرجع نكمل. يعني الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الفرحة حلوة وجميلة وكل شيء، ولكن خلاص خلينا بقى ننظر إلى ما هو قادم، لأن القادم دايما هيكون أصعب. عايز برضه أتكلم مع حضراتكم في أمور التحكيم. عندما تتواجد العدالة للنادي الأهلي بدون أي تفاصيل، خلاص عندما تتواجد العدالة للنادي الأهلي، النادي الأهلي بيكسب حتى لو ب 50-60% من مستواه، بس بنكسب، لأنه إحنا هذا النادي العريق والكبير بجماهيره الحقيقة، يعني دايما بنحاول نعمل كل شيء جيد علشان نقدر نفوز بالبطولات. الإدارة، جماهير الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، كل الناس. عشان كده لما يتم أو يكون هناك عدالة تحكيمية في الملعب، عدالة تحكيمية يعني إيه؟ عشان الناس تفهم برضو، الناس اللي بعض من لا يشجع النادي الأهلي، يعني عدالة تحكيمية يعني لو جت على الأهلي ركلة جزاء احسب، ما عنديش مشكلة، ولكن لو جت للأهلي ركلة جزاء حسبتها مش علشان حسبت ضرب الجزاء وجت ركله جزاء صحيحه اخرى ما تحسبش الثانيه. هذه هي العداله، طالما ليك حق خده من النادي الاهلي، ولكن لو النادي الاهلي له حق من فضلك ادهولنا خلاص. افضل حكم في العالم كان موجود النهارده في هذه المباراه، ولكن وجهه نظري ان هناك اخطاء في هذه المباراه واضحه وصريحه ما فيهاش كلام. في كوره علي معلول اللي في اخر الشوط الاول اللي دخل فيه اعتقد لاعب نادي بيراميدز، دخل في علي معلول. لما دخل في علي معلول كان يستحق كارت احمر، وجهه نظري. هنجيبها دلوقتي يا سمير لو سمحت، هتجيبها لي؟ طيب هاتها لي. وجهه نظري ان هذه اللعبه كانت تستحق كارت احمر، حتى لو لم تستحق او لم الحكم شاف ان هي تهور فقط، مش اللي هو تهور كبير يعني عشان يستحق كارت احمر. لاعب نادي بيراميدز لا، عنده حاجتين اهي، دي انا دي اللي انا بتكلم عليها دي اهو. بصوا حضرتك اهو، دي مع ياسر وبعد كده واحده مع علي. لو حضرتك هنا مش عايز تدي احمر يبقى على الاقل انذار اهو، يمكن عشان لم رجله، فلكن تهور واضح فممكن ياخد فيها انذار. ماشي يا سيدي مفيش مشكله، مع ان الضربه جت. طيب والكره دي، والكره دي ايه راي حضراتكم؟ اهو اهو. طيب هل لو خدنا انذار هنا وانذار هنا يبقى حرام او عيب؟ بس هو ده اللي انا بتكلم فيه، دي الحاجات اللي انا اقدر اتكلم فيها دلوقتي، لانه
الكرة دي لو خدنا انذار، لو خد فيها لاعب نادي بيراميدز انذار وهو نفس اللاعب بالمناسبة، والكرة التانية خد فيها انذار، فخلاص يبقى هنا كارت احمر، يبقى بدل مكسب الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصل، لكن اهو قدام حضرتك، امامكم اهو الكرة اهي قدامكم، مش انا اللي جايبها من عندي يعني. ولكن واحد من افضل الحكام بيخطئ بيخطئ، ولكن انا ذنبي ايه كنادي اهلي ان كرة زي دي ياخد ما ياخدش فيها كارت احمر، وكرة زي دي ما ياخدش فيها كارت اصفر، يعني لو حتى مش احمر اللي فاتت كان اصفر واصفر يبقى كارت احمر. دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي ان انا اشوف اللعبة دي، لانه اذا توفرت العدالة التحكيمية للنادي الاهلي ان شاء الله هنكسب، وهنكسب كل البطولات ان شاء الله ان شاء الله، لان انت عندك افضل لاعبين، وان شاء الله التدعيمات القادمة ان شاء الله كمان تبقى تدعيمات جيدة، والنادي الاهلي يستطيع، لان هو التدعيمات في النهايه بتكون يعني ايه، بتجيب اللاعب هنونيز مثلا في ليفربول، انت جايبه ليفربول جايبه ب 100 مليون جنيه استرليني، ب 80 وشويه حاجات وحوافز وبتاع 100 مليون جنيه استرليني. نونيز حتى الان هو لعيب جامد جدا جدا، ولكن هو حتى الان لم يتاقلم على الوضع في ليفربول. وجهه نظر يعني ال 100 مليون جنيه استرليني دول كنت تقدر تجيب بيهم لعيب افضل من كده بكتير في ليفربول، لكن هو حتى الان لم يتاقلم، ما بنش. اللي شاف او اللي يعرف نونيز يعرف ان هو لعيب جامد جدا، لعيب كويس قوي، ولكن للاسف لما تشوفه دلوقتي تقول لا ال 100 مليون دول كنت تقدر تجيب بيهم لعيب تاني، على الرغم من ان هو لعيب كويس. فهي الصفقات كده، فنتمنى ان تكون الصفقات اللي تيجي خصوصا الخارجيه تكون يعني يستطيع ان هو يخش في الفرقه بسرعه، لان صفقات شهر واحد بتبقى محتاجه ان هي تخش في الفريق بسرعه، وان شاء الله احنا عندنا العين الخبيره التي تستطيع ان هي تختاره بشكل جيد، وده هتشوفوه حضراتكم خلال الايام القادمه. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن اخبارنا واخبار البيت الكبير. الفرق ما بين الشغب والحماس، انا ده العنوان الرئيسي اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم النهارده او دلوقتي، ومش هتكلم فيه الا قبل بس الصوره دي يا سمير لو سمحت، او قبل الفيديو ده، لان الفيديو ده انا بحبه جدا وهقول لكم ليه دلوقتي، ولكن هرجع للفيديو ده بس. النهارده كان هناك بعض الأحداث اللي حصلت في بعض المباريات، في مباريات اليوم النهاردة. هل اللي حصل النهاردة، أنا منتظر ماذا سيحدث من لجنة المسابقات والعقوبات من رابطة الأندية وتقرير الحكام، عشان كده أنا مش هتكلم، غير أن أنا هقول أن هناك بعض الأحداث اللي حصلت النهاردة معرفش هل هيعتبروها شغب ولا هيعتبروها حماس زيادة، لأن الحماس الزيادة ما بيبقاش عليه عقوبات، ده يعني الناس بتفكر كده، أما الشغب فالمفروض إن هو عليه عقوبات، أما رمي الحاجات ورمي المية وأزايز المية والكلام ده المفروض إن هو عليه عقوبات، ولا ده حماس زايد برضه؟ حد يقول لنا. فأنا هنتظر إيه اللي هيحصل في تقرير الحكام أو في تقرير الحكم، وأيضا مراقب المباراة، وهنتظر العقوبات اللي هتحصل إذا كان هناك عقوبات ومحدش يعتبرها حماسة زايدة. ده حاجة كده عنوان بالعرض، يعني عنوان إيه عشان نبقى نتكلم فيه فيما هو قادم قبل المباريات القادمة إن شاء الله. وللتذكرة، علشان لما تطلع القرارات ونفاجئ او نفاجئ ان هي حماسه، هنجيب بقى لحضراتكم لقطات عشان نشوف هل هي حماسه، ولا عشان جمهور النادي الاهلي بيحب يعرف، جمهور النادي الاهلي ما بيحبش يتعاقب، فعايزين نعرف يعني الحقيقه، فعايزين نجيب اللقطات بس ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه،
هنا سأسكت قليلا. ليه بقى؟ اللقطة دي بتعجبني، واللقطة دي أنا مبسوط بيها جدا. أنا بقالي 3-4 أيام أو أكتر شوية الحقيقة أنا يعني طلبت للعيبة إن هي تعمل هذه اللقطة لأنها لقطة مهمة جدا. هل دي فيها مشكلة لما أقول للاعيبة النادي الأهلي يروحوا؟ طبعا المشكلة مش ولا لعيبة النادي الأهلي ولا جمهور النادي الأهلي، المشكلة في بعض من لا يشجع النادي الأهلي. خدوا الكلمتين اللي أنا قلتهم وقعدوا يتريقوا عليهم، يقول لك أصل بيقلدوا. هي الحاجات دي فيها تقليد يا جماعة؟ بجد والله الحاجات دي فيها تقليد. العالم كله بيحتفل مع جمهوره، لعيبة العالم كلها بتحتفل مع جمهورها. فلعيبة النادي الأهلي بقى لهم ماتشين ثلاثة الأمور مش كويسة أو بتتعادل، فالناس عندها دم، لعيبة عندها دم، فبتحط وشها في الأرض وبتطلع. والجمهور بيشجعهم، فالنهاردة عشان كسبانين وعاملين مباراة جيدة وطلعوا على قمة الدوري مرة أخرى راحوا لجمهورهم. وطول عمر جمهور النادي الأهلي بيطالب أو دايما بينده على لعيبته. لعيبة الأهلي تيجي كلها والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. مرة كنا كسبانين 4 أو 5 أو 6 وبرضه الجمهور بينده علينا وبنروح. ومرة كنا راجعين من كأس العالم فالجمهور جالنا المطار ونده علينا برضه. ايه يا جماعه ايه التفكير السطحي ده؟ تفكير غريب جدا. قال لك بقلد مين؟ العالم كله بيعمل الحركه دي. ولكن احنا كجمهور النادي الاهلي مع لاعبتنا الوضع مختلف. فالحقيقه اللقطه دي من اللقطات اللي عجباني جدا النهارده، وان شاء الله تتكرر خلال الفتره القادمه، لانه صدقوني ودي رساله بقى للاعيبه النادي الاهلي، حضراتكم من غير جمهوركم ولا حاجه. كل اللاعبين، مش دول بس، مش لعيبتنا بس، الجيل اللي قبلهم واللي قبلهم من 1907 وحتى الآن، حضرتك بدون جمهور النادي الأهلي ولا حاجة. وأعتقد هي واضحة، واضحة في لعيبة مشيت من النادي الأهلي وراحت أندية تانية وشفتوا حضراتكم الفرق عامل إزاي، شفتوا حضراتكم الفرق في المستوى وفي كل شيء وفي التشجيع وفي كل حاجة. الحقيقة برضو النهارده اللي كان يستحق دايما ان هو يكون واحد من الناس اللي بنسقف لها كلنا واللي سعداء جدا بمستواه ورجع لمستواه مره تانية، طبيعي جدا ان انت مستواك يهبط شويه وبعدين يصعد تاني، هذه هي كره القدم ودايما احنا عارفين هذه. رجل المباراه النهارده النجم عمرو السوليه. عمرو السوليه كان بيمر بظروف معينه، بنته كانت تعبانه شويه خلال الفتره الاخيره، والحمد لله ليلى أبو ليلى النهارده قدم لها أحلى أحلى عيدية وأحلى، وقال لها كل سنة وأنت طيبة على السنة الجديدة، إن شاء الله ليلى تبقى كويسة وزي الفل يا سلية. يعني أنا ما كنتش حابب إن أنا أتكلم في هذا الأمر خلال الفترة اللي فاتت، ولكن إن شاء الله بنتك تبقى زي الفل وتبقى يعني جميلة زي ما هي جميلة وتفضل دايما كده. السلية النهارده وهو بيحتفل بهدفه التاني عمل إيه؟ عمل كده. اللقطة دي بتدل على ده الهدف، بعد الهدف اهو راح احتفل مع جمهور النادي الأهلي احتفالية كابتن مؤمن زكريا اهو زي ما حضراتكم هتشوفوا حالا اهو مع جمهور النادي الأهلي احتفل عمرو السولية باحتفال مؤمن زكريا. ومؤمن بالمناسبة كان حاضر وموجود في مباراة الأهلي وبيراميدز، ودايما الحقيقة مؤمن من المساندين للنادي الأهلي، ربنا يشفيه ونشوفه في أفضل حال، وهو دايما مساند وداعم للنادي الأهلي وحاضر في كل المباريات عشان يقف مع زمايله وبجوار. أهو مؤمن أمام حضراتكم وشه بقى حلو الحقيقة على كل على لعيبة النادي الأهلي في كل المباريات اللي بيروحها سواء إفريقيا أو محليا، بيكون دافع وحافز للاعبين لأن هو فعلا بيحب النادي الأهلي وبيحب زمايله ودايما بيحب يكون على القمة، النادي الأهلي على القمة وبيتوج بكل البطولات. بمناسبة النهاردة في عام 2015 كانت ذكرى تعاقد النادي الأهلي مع النجم كابتن مؤمن زكريا وعودته لبيته من جديد، لأنه هو يعتبر واحد من ناشئين النادي الأهلي، خرج شوية
وبعدين رجع مرة أخرى في 2015 بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، لأنه كان معار من نادي إنبي، وصال وجال مع النادي الأهلي وحقق الكثير من البطولات. ربنا يشفيه مؤمن زكريا ويرجع لنا بألف ألف سلامة. إن شاء الله يرجع بألف ألف ألف سلامة. هنسيب الأهلي شوية وفرحة الفوز والعودة للقمة، ونروح لموضوع النهاردة كان مهم يعني، وهي جنازة الأسطورة بيليه. فعلا النهاردة كان يوم حزين عاش عشاق كرة القدم حول العالم بعد أن شهدت البرازيل جنازة أسطورية تليق بالأسطورة التاريخية بيليه، ونعى العالم بأسره رحيل الأسطورة بيليه. ونكس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلامه، ووقفت الدوريات الكبرى دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات، ونعى النادي الأهلي الأسطورة بيليه وداعا ملك كرة القدم الذي أبدع في كل شيء على أرض الملعب كلاعب وكإنسان. طيب، وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطلة فقرتنا النهاردة كابتن سلوى محمود نجمة الأهلي السابقة لكرة اليد. بدايتها كانت عام 1985 واستمرت حتى عام 1999. بدايتها كانت في فرق السباحة من المدرسة لفرق الناشئين حتى سن 13 سنة، ثم انتقلت إلى لعبة كرة اليد. توجت مع النادي الأهلي ب 30 بطولة ناشئات ودرجة أولى. هذه هي بطلتنا النهاردة في صنع في الأهلي. خلينا نطلع نشوف صنع في الأهلي تقرير عن كابتن سلوى، وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير، وكلام هام جدا عن مباراة اليوم، مباراة الأهلي وبيراميدز. بعد طبعا ما نشوف صنع في الأهلي كابتن سلوى وفاصل، وبعد الفاصل كابتن ماهر همام. سلوى محمود، لعبة كرة يد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر. أنا كانت بدايتي في النادي كانت في السباحة، يعني ابتديت سباحة من سن 5 سنين لغاية 13 سنة، وبعد كده انتقلت لفرق الهاندبول في النادي الأهلي. كملت بقى هاندبول لغاية اتجوزت وخلفت وفضلت مكملة برضه شوية، وبعد كده بقى اعتزلت الحمد لله. لعبت طبعا بطولات الناشئين ودرجة أولى النادي الأهلي ومنتخب مصر. بالنسبة لعلاقتي بالنادي، هو بيتنا، يعني النادي الأهلي يعتبر بيتنا، احنا من واحنا صغيرين في النادي هو بالنسبة لنا الأساس. يعني أنا دلوقتي في أهلي مدينة نصر وبناتي بيلعبوا هاندبول في أهلي مدينة نصر، بس هو أهلي الجزيرة كمان بالنسبة لنا هو البيت بالنسبة لنا. زمان برضو كان في حاجة حلوة جدا بالنسبة للفرق، احنا كلنا كنا عيلة واحدة، كلنا كنا بنتجمع بعد التمرين. ما فيش حاجة اسمها هاندبول، ما فيش حاجة اسمها سباحة، ما فيش حاجة اسمها فولي باسكت، كلنا عيلة واحدة. بس فاحنا الحمد لله تربينا على حب النادي الأهلي، يعني ما نقدرش نبعد يعني عن النادي. أنا الحمد لله كنت بتصعد، يعني أنا كان عندي 14 سنة كنت بلعب 16 و18، وبعد كده دخلت، يعني الحمد لله كنت أصغر واحدة في الدرجة الأولى في الجيل بتاعي. وبالنسبة للمنتخب برضو لما لعبت أمم أفريقية مع كابتن مسعد عباس الله يرحمه، كنت أصغر واحدة في المنتخب ساعتها، يعني كنت متاخدة من منتخب الناشئات. فانا كان من النوع اللي هم كانوا على طول بقى محتضنيني، يعني انا الصغيره. ف بالنسبه لاصعب البطولات بقى اللي مرت علينا، كان الحمد لله الحمد لله في جيلي احنا كنا مكتسحين البطولات. النادي الاهلي كان مكتسح على مستوى الناشئين ومستوى الدرجه الاولى، يعني كان الطبيعي ان احنا واخدين بطولات الموسم كله، حتى لو ماتش صعب شويه، بس الدنيا كانت يعني الحمد لله احنا كنا مكتسحين البطولات في الفتره دي. كان من الفرق المحترمه قوي بالنسبه لنا، كان في سموحه من اسكندريه، سبورتنج، كان في فريق الطيران، يعني من الفرق اللي كان ممكن يعني ما كناش طبعا بنبقى خايفين، بس من الفرق اللي يعني الماتشات كانت بتبقى شده يعني. بس اصعب بطوله بالنسبه لي كانت مع منتخب الناشئات، او كانت في نادي الزمالك. دي كانت اول بطوله دوليه ادخلها، فهي دي كانت بالنسبه لي اصعب بطوله، وكانت في مصر وجمهور، فدي كانت ضغط النفسي بالنسبه لها صعب شويه، وكان اول مره نقابل فرق افريقيه، وكانت فرق افريقيه يعني قويه بالنسبه لنا. فدي كانت اصعب بطوله يعني دخلتها، كانت اول بطوله دوليه بالنسبه لي. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو يعني هو اللاعب بيبقى نمره واحد بالنسبه لنا،
يعني لما بيبقى فيه ماتشات جامدة هو بيبقى الأساس في السبورت بالنسبة للعيبة. فطبعا نادي الأهلي جماهيره عريضة وهم الأساس في كل البطولات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير وصاحب البيت الحقيقه النجم الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ ازيك اسلام، ازيك حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الاول كابتن مركب من الناس اللي كانت قالت لي انه احنا هنكسب المباريات القادمه، مش بيراميدز تحديدا ولكن الثلاث اربع خمس مباريات القادمه. فالنهاردة كانت البداية بمباراة صعبة وهي مباراة بيراميدز، واستطاع النادي الأهلي أنه يفوز يا كابتن. أنا قلت لك الحلقة اللي فاتت إسلام لو تفتكر أن احنا هنكسب مباراة بيراميدز، صح؟ لأن لاعبتنا بيحبوا المباراة دي وبيحبوا وجمهورنا وجمهورنا طبعا يعني جمهورنا هنتكلم عليه لأن جمهورنا ده حاجة حاجة عالمية زي ما بيقولوا يعني. فالمباراة اللي بالشكل ده لعبة النادي الأهلي بتحب تلعبها. بيراميدز برضك من الفرق اللي عندها لعيبه ولعيبه مهاريه وبيحبوا يهاجموا يا اسلام باكثر من خمس ست لعيبه، ودي ساعدتنا بشكل كبير جدا النهارده. برضك بحي الراجل انه اشتغل في التكتيك، هنتكلم على التكتيك اللي اشتغل عليه بشكل توازن في الدفاع بشكل جيد، وبعدين طبعا في حاله الاستحواذ والانطلاق بالنسبه للهجوم يعني ادينا بشكل جيد. لكن جمهور النادي الاهلي يا اسلام ده بصراحه يعني النهارده بيخلي الواحد جسمه يقشعر، الهتافات صحيح في الاستاد حاجه تفرح. لا انا بشوف ان جمهور النادي الاهلي عندما لما يحس بالخطر بالظبط بيقف ويحط ايده في ايد لعيبته، والمنظر اللي احنا العظيم اللي احنا شفناه النهارده. وبصراحه طول عمرهم بيحطوا ايديهم في ايدين لعيبته طول عمرهم بصراحه طبعا. حتى لو في حاله الاخفاق يعني الناس كانت زعلانه ومتضايقه حلوه والمره بالظبط على المباراتين اللي فاتوا، لكن جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه بشكل كبير بصراحه حقيقي. ويمكن اللقطه اللي انت جبتها كمان حته تحيه اللعيبه للجماهير اسلام يعني انا بتمنى لجماهير النادي الاهلي وانت رساله بتوصلها لهم. اتفضل يا كابتن. ان فعلا حتى لو في اخفاق احنا خلاص يا جماعه شفنا كاس العالم وشفنا بقى يعني وصلنا للنضج حتى لو في اخفاق الله يقدر، برضك لازم اروح احيي الناس الجميله دي صحيح. الجماهير العظيمه دي اللي بتشجعك. ويمكن كان النهارده يمكن الشباب اللعيبه بتاعتنا راحوا للجمهور بيقولوا لهم ما تزعلوش مننا بالظبط، وهنفضل نعمل كده على طول واللي جاي افضل على طول بالظبط ان شاء الله. يمكن يعني وحتى اليوم مش يومهم كمان يا اسلام حقيقي. انا مش عايزهم ياخدوا بعضهم ويخشوا على اوضه اللبس، لا يروحوا يسقفوا للجماهير ديت زي ما بنشوف العالم كله بالظبط، زي ما احنا بنشوف في اوروبا كده وكاس العالم. على فكره اللعيبه بتعمل كده على طول ويمكن بس الماتشين اللي فاتوا انا بشوفها انا زعلان ومتضايق فحطيت وشي في الارض زعلان ومكسوف من جمهوري ان انا بالزبط. قد اكون بالزبط. اخفقت في لعبه او في باصه او في بتاع، فمش عايز برضو ايه اوريهم غير انا بشوفها كده والله صح وانا معاك والله. ولعبتنا كمان عندها يعني حس كبير جدا بجماهيرها، وزي ما انت قلت اسلام بيبقوا متضايقين وزعلانين ومحتقنين عايزين المباراه الثانيه تيجي بسرعه عشان يصالحوهم. والنهارده فعلا يعني اللعيبه جرت عجله الزمن بسرعه عشان النهارده يعني تفرح جمهورها بالاداء المميز صحيح. النهارده طوال المباراه. فيعني بصراحه جمهور النادي الاهلي العظيم ده مهما اتكلمنا عليه ومهما شكرناه ومهما انا بعتبره مش رقم 12، انا بعتبره رقم واحد في الانجازات اللي موجود عليها النادي الاهلي في تاريخنا وتاريخ الاجيال اللي قبل كده واللي قبل كده، حتى في تاريخ الاجيال الموجوده الحاليه. فجمهور النادي الاهلي مثقف وواعي وجمهور عظيم، وبيزعل بيزعل لان هو اتعود على المكسب واتعود على الفرح واتعود على الانتصارات حقيقي. واللعيبه دي كمان يعني انا بحييها النهارده لان فعلا حست بالجمهور ده. فالاحساس النهارده 90 دقيقه ما حدش بخل يا اسلام يعني صحيح. كل اللعيبه النهارده الجهاز الفني والاداري والاحتياطي ومجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط وكابتن محمود بصراحه كل المسانده كانت خلال الفتره اللي فاتت من المنظومه ككل، فالمسانده ديت اثمرت على الشكل والاداء اللي احنا شفناه النهارده من لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه. طبعا ان شاء الله باذن الله انا شايف ان دي الانفتاح او المفتاح اللي هنفتح بيه المباراه اللي قادمه ان شاء الله باذن الله اسلام. ثقتك كانت جايه منين يا كابتن لما كنت معايا الاسبوع اللي فات وقلت لي حضرتك انه ان شاء الله بيراميدز واللي بعده؟
بص يا اسلام، عايز اقول لك احنا في حته تاني. يعني ساعات الناس يعني انا اتمنى اقول ما تقارنوش النادي الاهلي باسيا ولا افريقيا. النادي الاهلي في حته تانيه يا جماعه. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد يا جماعه في الانتصارات والبطولات. فالنادي الاهلي في حته تانيه. يعني عايزين نقول لو الكره الارضيه دي اتحركت ودارت شويه ممكن تودينا اوروبا. فالنادي الاهلي فعلا نادي يستاهل يبقى موجود في اوروبا. صحيح. الحاجه الثانيه، احنا طول عمرنا اسلام زي ما انت قلت من 1907 و 115 سنه انتصارات. يعني النادي الاهلي ده المؤسسه الكبيره دي بتعلم الدنيا كلها. فاحنا في حته، ومع احترامي لكل المؤسسات الثانيه في حته تانية. حتى انجازاتنا بطولاتنا لما تيجي تحسبها كده اسلام تلاقي بالارقام بالارقام فرق شاسع كبير جدا جدا بيننا وبين صحيح. الفرق المنافسه اللي ورانا. صحيح. فكل دي ثقه طبعا الواحد بيكتسبها. غير كده كمان اسلام، صعب على النادي الاهلي يبقى مباراه واتنين غير موفق. صعب الثالثه كمان ان هو يبقى غير موفق، بتبقى حاجه يعني في منتهى الصعوبه. فالنادي الاهلي النادي الكبير ده، نادي البطولات، نادي القرن، لما بينزل بيه الكرف شويه لا عنده منه المقاومات. بس ده اللي عايزين نوصله للجمهور يا كابتن، ان ده طبيعي. ممكن جدا. بالظبط. لعيب الكوره ده مش اله. بالظبط. ده انسان بيتاثر بالناس كلها وبيتاثر باللي حواليه. احنا عندنا مجموعه عظيمه من اللاعبين، وجهه نظري يعني، عندنا مجموعه عظيمه من اللاعبين قد يكونوا فقدوا الثقه شويه في نفسهم خلال الفتره السابقه، ولكن جمهور الاهلي رجعها لهم تاني. بالظبط. اعتقد كده يعني. صح. الثقة فقدت شوية، لكن برضك زي ما انت قلت اللعيب مش آلة. مش كل مباراة هيأدي 100%. مش صحيح. كل مباراة هيكسب. ساعات بيبقى فيه التوفيق وعدم التوفيق موجود جدا في كرة القدم. فالنهاردة لكن اللعيبة اسلام صراحة انا بحييها، لان لعيبة النادي الاهلي معدنها معدن جميل جدا، معدن نادر انك تشوف. حقيقي. كلهم ولاد محترمه، كلهم ولاد مخلصين، كلهم ولاد فعلا بيحبوا ناديهم، عايزين يعملوا تاريخ ليهم ولناديهم بشكل كبير. عمرنا ما سمعنا مشكله من حد بصراحه اسلام. حتى واحنا خسرانين تلاقي برضك الناس بتلم نفسها، كباتن الفرقه الشناوي والسليه بيلموا اللعيبه مع معلول الخبرات اللي هنا، من غير حتى كمان ما احنا نقول لهم. هم خلاص ما شاء الله عندهم الخبرات وعندهم الوعي والثقافه اللي يقدروا يلموا فيها نفسهم. زي ما انت قلت كده، ساعات بيبقى في ظروف، وساعات بيبقى في ظروف خارجه عن اراده اللاعب. يعني النهارده السليه ربنا يا رب يشفي له بنته، كان متاثر الفتره اللي فاتت دي بسبب طبعا يعني هو الحقيقه قال لنا يعني مش حابب ان هو يتكلم في الامر ده الحقيقه يعني. عشان كده كنا الفتره اللي فاتت ساكتين، ما حدش بيتكلم فيه. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي اللعيب كمان قيمته بتزيد. صحيح. راجل عنده المشاكل دي لكن صابر ومتواضع وبيجتهد بشكل كبير جدا عشان يرجع السليه اللي هو عودنا في الثلاث سنين اللي فاتوا من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب. احنا بنقول احنا عندنا نص ملعب يا اسلام من اقوى اللعيبه اللي موجوده، مش في افريقيا بس، واسيا. عندنا ديانج، وعندنا حمدي فتحي، وعندنا السليه لما بيبقوا في حالتهم الطبيعيه زي النهارده كده. يعني انت النهارده التوازن اللي عملناه، طبعا الشناوي وخط ظهره والاثنين بتوع نص الملعب هم اللي ادونا الثقه، هم اللي ادونا المباراه، هم اللي فتحوا لنا الجيم بشكل كبير. فالنهارده انا بسميه الصبر الدفاعي. نعم. اللي كان عليه النادي الاهلي الصبر الدفاعي. الصبر ده النهارده كانت اللعيبه عندها صبر وعندها توازن. أوكي. وعندها هدوء بشكل كبير. طبعا هدف السليه النهارده اسلام هدف يدرس. الاولاني. الاولاني الثاني حلو برضه. طول عمرنا بنقول ان في المباريات اللي بيبقى فيها تكتل دفاعي او تبقى مقفوله الكور الثابته بيبقى لها دور كبير. فالنهارده السليه بيأكد هذا. استلم الكوره من 25 ياردة وهو ما شاء الله عليه. يعني هو من اللعيبه اللي بتجيد التصويبات اذا كانت متحركه او ثابته، ودي مهاره من ضمن المهارات اللي بيجدها السليه. فاول ما جات له الفرصه والمساحه كانت قدامه فاضيه ما حدش ضغط عليه، حط طبعا وش رجله الجميل عشان يسجل الهدف الاول اللي احنا كلنا كنا بنطالب بيه، ان احنا بس نجيب هدف في الشوط الاولاني يا اسلام. صحيح. يقدر يفتح لنا الجيم. يعني احنا بقالنا يمكن مباراتين ثلاثه بنتكلم على ان النادي الاهلي في اول ربع ساعه او ثلث ساعه لما بيجيب جول خلاص احنا بنبدا نطمن والجيم بيبدا يفتح وبنغطي بالجول الثاني وممكن الجول الثالث. صحيح. فالنهارده السليه بصراحه فتح لنا الجيم بشكل كبير جدا بهدف
عالمي. انا شايف انه هدف من الاهداف، اجمل هدف موجود في الاسبوع ال11 وممكن يبقى موجود في الدوري العام كمان. صحيح. رايك في بدايه المباراه وتشكيل مارسيل كولر؟ هو النهارده مستر كولر عنده ثبات في التشكيل بالنسبه لحراسه المرمى، بالنسبه لخط الظهر، بالنسبه لنص الملعب. هو التدوير كله بيحصل اسلام في الحته القدمانيه اللي هي التلت الهجومي. وده يمكن عامل صداع نسبي كده بالنسبه للراجل، يعني النهارده بيبدا مثلا، النهارده بدا بكريم ثم شادي ثم سافيو، واوقات بيبدا ساعات بالشحات وشريف وعبد القادر. فالنهارده لما يبقى في تثبيت اسلام في الجزء القداماني بيفرق معانا بشكل كبير، ان التثبيت ده بيدي تجانس وبيدي تفاهم بين اللعيبه وبين بعض. فالنهارده هو عندما سئل النهارده عن هذا الامر تحديدا يا كابتن ماهر، قال ان هو يعني المشكله بالنسبه له مش تثبيت، المشكله بالنسبه له ان انا بلعب كل يومين او ثلاثه مباراه، وبالتالي بيبقى عليا او على اللاعبين يعني ضغوط كبيره جدا، عشان كده انا بحاول اعمل التدوير. هو طبعا هو قال انا امتى مش عارف انا امتى حسبت. فعلا هو اصدق واحد يا اسلام، لان هو في المطبخ. صحيح. هو اللي موجود مع اللعيبه في التدريبات، موجود مع اللعيبه في الماتشات، فاذا كان الراجل بيقول كده فهو ادرى واحد بهذه الجزئيه. يعني احنا ساعات بنقول يعني يهمنا الثبات التشكيل في الحته القدمانيه عشان نشوف الجوانب التكتيكيه، الكور الثابته. صح. لكن هو برضه كلامه صح، لان النهارده في الجزء القداماني هيعمل ايه ولا ايه؟ بالظبط. انت النهارده جالك ثلاث اصابات، يعني مش عارفين هيحصل فيهم ايه، يعني انا بنحاول نعرف دلوقتي ايه الاخبار فيهم، لكن يعني مش هيبان غالبا النهارده، سواء كريم او محمد عبد المنعم او يعني مين تاني يا شباب اتصاب. يعني الخبطات اللي خدها الخبطات اللي المعلول برضك، الكدمات اللي خدها. صحيح. ممكن تاثر بشكل كبير. لكن النهارده اسلام عايز اقول لك ان التوازن اللي عامله مستر كولر بالنسبه للتشكيله وبالنسبه لطريقه اللعب فرقت معانا بشكل كبير. يعني لو نرجع للزمن ورا شويه، لما سامي قمصان تولى المهمه لعب بنفس الاسلوب، يعني ممكن يكون اسلام، ممكن يكون سامي قعد مع الراجل وعرض عليه التنظيم ده او الاستراتيجيه دي في شكل واداء النادي الاهلي. نعم. فالنهارده التنظيم الدفاعي اللي اتعمل حافظ لنا بشكل كبير جدا على شكل الفرقه وعلى اداء اللعيبه، وفي نفس الوقت ادى ثقه للمهاجمين انك انت عندك سد منيع ورا حقيقي بالنسبه لحصه المرمى وبالنسبه للرباعي، والاثنين طبعا العمالقه اللي انا بسموهم عمالقه السوليه وديانج، كان ليهم دور كبير جدا في ال 30 يارده النهارده واحنا بندافع. مظبوط. لكن بيرمز النهارده كان ده برضك يمكن اللي ساعدنا اسلام، لو احنا شفنا اللقطه كده سمير جابها لنا بيهاجموا بخمس لعيبه، يعني ثلاثه قدام غير الطرفين، طريقه لعبهم. دي طريقه لعبهم بالظبط، فساعدتنا بشكل كبير جدا النهارده ان احنا نقدر نخترق دفاعات بيرمز عكس الماتشات اللي قبل كده. الماتشات اللي قبل كده ال 11 ورا او ال 10 ورا. صحيح. في ال 30 يارده فانت مصعب، واقفين مستنيينك بالظبط، مصعبين عليك المهمه بشكل كبير يا اسلام. عشان كده احنا بنقول لما بنجيب جول في اول ربع ساعه او ثلث ساعه غصب عن عن, عن 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 الفرقه او الخصم بيبدا يفتح خطوطه، هنا بنقدر نبدو بقى، نقدر نجيب جول ونجيب اتنين. دي برضك من ضمن الحاجات، الفرص اللي شادي كان يهمني جدا انه يسجل النهارده هدف. شادي اكتر واحد جات له فرص النهارده داخل الصندوق. نعم. من الحاجات اللي عملها له قفشه في خلق مساحه، والتصويب يمكن كان بجوار القائم، والحاجات اللي عملها له قفشه ومحمد هاني اسلام، الكروس العرض اللي اتعمل له على على راسه. صح. وهو بيجيد العاب الهوا. أيوة. فكنت اتمنى النهارده ان شادي ان شاء الله اللي جاي يكون موفق، ان شاء الله باذن الله يبقى موفق في الماتشات اللي جايه باذن الله. طيب برضه يا كابتن، النهارده مين من لعيبه النادي الاهلي لفت نظرك؟ يعني انا النهارده اسلام الاربعه اللي في خط الظهر اول مره اشوف خط ظهر النادي الاهلي بالتنظيم ده، بالرقابه، بالميلان، بالتغطيه، بالانقضاض. وده زي ما بقول لك اسلام بيدي ثقه للنص الملعب، بيدي ثقه للمهاجمين. طول ما انت عندك حارس مرمى واعد ويقظ وبيقدر يحمي عرينه بشكل كبير، بيدي ثقه للمدافعين. النهارده المدافعين كمان واقفين بشكل كبير جدا في تغطياتهم وفي انقاذاتهم. قلبي الدفاع النهارده ياسر ومحمد عبد المنعم عملوا مباراه يا اسلام
من افضل المباريات اللي عملوها في خلال ال 11 اسبوع. دي واحده من ضمن الحاجات اللي انا بتكلم عليها ان رمضان باخد بيها الشناوي، لكن طبعا الشناوي الحمد لله رب العالمين من بدايه المباراه واضح انه مركز بشكل كبير. دي بعض الثغرات، لكن شوف سبحان الله يعني ده اللي بتكلم عليه، التغطيه الميلان لعبد المنعم يمكن الثغره اللي كانت ورا معلول في اللعبه دي يا اسلام، الهجمه دي، لكن عبد المنعم قدر يعمل كفرنج بسرعه ورد فعل جميل للمدافع ان هو يشيل الكره من قدام المهاجم، ودي كانت ممكن تبقى هجمه من الهجمات اللي ممكن كانت تاثر علينا بشكل كبير. في كمان يمكن طبعا يعني الحمد لله ربنا وفقنا في كره علي جبر اللي ضربه راس كانت كورنر واتعملت، وعلي جبر لعبها من فوق العارضه. ايوه يعني الحمد لله ان ربنا وفقنا ان هي ما يعني ما كانتش خطره على الشناوي، يعني دي كانت ممكن تغير من شكل واداء بيراميدز في خلال المباراه. هي دي الفاول الجانبي اللي هم بيجدوه، يعني بيراميدز من الفرق اللي بتجيد الالعاب الثابته بشكل كبير جدا اسلام، وبيحرزوا منها اهداف. عبد الله السعيد طبعا بخبرته ومهارته عملها على الزاويه البعيده، حمدي نط بدماغه صلحها، علي جبر الحمد لله انه مدافع حطها فوق يعني لو كان مهاجم في المكان ده كانت ممكن تبقى اخطر من كده، لكن يمكن علي جبر واخد على التشتيت فقدر يفتكر نفسه. دي كل حاجه بتتكلم عنها قفشه عملها لشادي، اللي عملها لشادي عملها حلوه قوي، جميله صراحة. جدا هاف كروس جميل اسلام، وفي حته جميله، وهو كمان كان لازم شادي يحطها الناحيه الثانيه بالظبط، متابع بشكل كبير، وشادي بيجيد العاب الهواء يعني رؤيه جميله جدا من قفشه، محضر ومركز بشكل كبير. شوف عملها له هاف كروس جميله على دماغه شادي، يعني هارد لك يا شادي، يعني دي لو جول هتبقى جول جميل جدا، هيبقى جمله مركبه 1 2 3 كانت هتبقى من الجمل اللي هم اولادنا متعودين عليها بشكل كبير. دي برضك بعض الهجمات اللي احنا اتكلمنا عليها، يقظه احنا اتكلمنا على عبد المنعم النهارده، ياسر الكره دي ياسر بيرد على عبد المنعم، مش انت بس انا كمان الحمد لله مصحصح. وخد بالك يا اسلام الكور دي بتبقى صعبه على المدافعين قوي قوي جدا، رد الفعل ده مش عارف تعمل صعب خالص، وشك للجول زي المهاجم. دي برضك من ضمن الحاجات اللي اتعملت لشريف، الحاجات اللي بيحبها شريف اللي هي خلق المساحه اللي بين السد باك والباك اللي بيجدها شريف بشكل كبير. ايوه الشحات الفتره اللي لعب فيها انا بحييه بصراحه، الشحات حسسنا ان هو ده الشحات اللي احنا محتاجينه من فتره كبيره. عمل باص بيني جميل لشريف، لكن طبعا مدافعي بيراميدز كانوا يعني كانوا يقظين في اللعبه ديت، قدر ان هم يشتتوها بشكل ايجابي. طيب يعني مباراه تكتيكيه جميله من الفرقتين النهارده بصراحه، جيم مفتوح بشكل كبير للفرقتين، لان زي ما قلت لك فيهم لعيبه كوره، بالنسبه لبيراميدز عنده لعيبه كوره والنادي الاهلي عنده لعيبه كوره كبيره يعني. طيب برضه يا كابتن، ايه ابرز الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي في هذه المباراه؟ الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي اسلام بعد احراز الهدف حصل نوع من التراجع، وده صحي بلغه الكوره، لان انت خايف على الجول، يعني بتحصل مع الفرق الكبيره، وحتى في كاس العالم شفنا لما بتجيب جول بترجع اوريدي عشان تحافظ وتبدا تامل خطوطك الثلاثه عشان تحافظ على الجول اللي احنا جبناه. ايوه بس احنا اتاخرنا بقى يا اسلام، يعني خدنا فتره طويله قوي في حته الرجوع تحافظ على الجول. عشان تحافظ على الجول كنا المفروض 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه بالكثير، وتبدا تبادل هجماتك وتبدا تنظم خطوطك الثلاثه. دي برضك من ضمن الحاجات قفشه، يعني هو ما بيجيتش العاب الهوا، لكن جات له سهله جدا، كان ممكن يحرز منها هدف يفرق بشكل كبير. حسين لما نزل اسلام عمل يعني حاله جميله جدا مع هاني في الجبهه اليمين، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها اللي هي اطراف الملعب. صح لما يبقى عندك مجاميع بتشتغل بالحركه والنشاط والحيويه والمهاره اللي كان عليها الشحات النهارده، وهاني كمان النهارده رجعنا هاني بتاع زمان بصراحه، حيويه ونشاط واداء وكروسات عرضيه وروح قتاليه، باين على شكله وباين على عينيه انه مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، عامل كل حاجه النهارده يعني بصراحه يعني. بسم الله ما شاء الله. من اللعيبه كمان النهارده الاجانب بشكل كبير محمد هادي. طيب
برضه يا كابتن، المرونه التكتيكيه اللي اظهرها كولر خلال المباراه، يعني لما نجح ان هو يبقى يغلق العمق في الشوط الثاني، عايز رايك في هذا الامر برضه. دي استراتيجيه المباراه يا اسلام للهيد كوتش اللي هو يعني بيذاكر الفرقه بشكل كبير، الاعداد الذهني لمستر كولر في ادارته للمباراه. هو قسم الجيم بشكل كبير جدا، فالتوازن اللي عمله في الحاله الدفاعيه اكبر ان بيراميدز النهارده تهاجمك باكتر من 5 6 لعيبه، صحيح، ودي ساعدتنا بشكل كبير جدا. هو ده اللي يمكن كان عايزه، عشان كده الناس كانت بتسال هو ليه واقف في نص ملعبه بالظبط، وكان عايزهم يهاجموا علشان يقدر يلعب في ظهرهم. بالظبط. وده اسلوب من ضمن الاساليب اللي بيلجا ليها الهيد كوتش بصراحه، رؤيته للمباراه ومشاهدته للجيم، بيقدر من خلالها بيبدا يدي تعليماته للعيبه اذا كان بين الشوطين او من خلال ادارته للمباراه. فدي من ضمن الحاجات اللي مستر كولر النهارده بصراحه اجاد فيها، يعني واضح انه كان مركز بشكل كبير جدا على اداء بيرنز قبل كده، وهو ازاي يلعب بالطريقه والاسلوب اللي هو يقدر يباختهم ويقدر يعني يبدا بيه المباراه. بدا بضغط من قدام، ثم بدا بعد كده 10 دقائق ربع ساعه بدا لحد ما جبنا جول، بدا يبقى في تراجع شويه، لكن الشوط الثاني نفس الكلام، بدا يبقى في استحواذ، بدا يبقى في كونتر اتاك، وبدا يبقى في خلق مساحات ورا دفاعات بيرمز اللي احنا قدرنا نجيب فيها الجول الثالث كمان. واضح ان كان مساحه دفاعات بيرمز بدات تهاجم، لان انت بعد الهدف الاول والثاني بدا يبقى في مغامره بالنسبه لهم بشكل كبير، عايزين يعوضوا، لكن كونتر اتاك اللي عمله حسين شحات، ثم التصويبه، ثم نيران الصديقه، طبعا خطا طبعا خبطت في المدافع كريم وغيرت اتجاهها للشناوي. خلاص الجول الثالث انت بتقتل بيه المباراه اكيد مليون في الميه، يعني خلاص يعني طبعا فيها توفيق بشكل كبير جدا النهارده للعيبه النادي الاهلي. زي ما قلنا الاداره الفنيه مستر كولر قدر يدير الجيم، قسمه بشكل احترافي، في توازن في الدفاع، تقارب الخطوط الثلاثه فترات كتيره جدا واحنا بندافع، الخطوط الثلاثه قريبه من بعض. في حاجه كمان كويسه جدا يا اسلام، ان احنا كنا بنضغط على من قدام، بنضغط بالثلاثه اللي قدام على دفاعات بيراميدز. نص الملعب كانوا الانتشار في الحاله الدفاعيه انتشار جيد، حتى لما كنا بنقطع الكوره تبص تلاقي احنا معظمنا موجودين في نص ملعب بيراميدز، ودي حاجه برضك تحسب لمستر كولر على الثقة اللي كانت موجودة عليها اللعيبة في هذه المباراة. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نكمل كلامنا عن هذه المباراة الهامة جدا، وكيف استطاع النادي الأهلي أن يفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن الأهلي على مر تاريخه بتعرض لضغط كبير خلال مر التاريخ يعني، لكن الضغط ده بيبين الجين الاهلاوي يعني، او ده شفناه النهارده، وده اللي احنا كل مره بنقوله يا اسلام. يعني بنقول معدن لعيبه النادي الاهلي وروح الفنيه الحمراء والدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي مش موجوده في حته تاني. فبيحصل يمكن ايامنا وايامك انت حصلت الاخفاقات ديت، وحصلت ان بنط راحت وخسرنا. ده انا عايز اقول لك حاجه يا اسلام، ده كان في مواسم الفرق بيننا وبين المنافس التقليدي بالنسبه لنا بيبقى 11 بونت و12 بونت لصالحهم، والدور الثاني بيبدا تبص تلاقي طوفان من المارد الاحمر، صحيح، كل مباراه كؤوس، وبيبقى شعارنا كده. يعني حتى كمان لما بنقعد مع بعض كنا بنقول يا جماعه خدوا بالكم، او المسؤولين يعني مثلا ايامنا احنا بقى الكباتن لما كان بيقعدوا معانا كباتن الفرقه، فكانوا بيقولوا يا جماعه الماتشات اللي جايه كلها كؤوس، ما فيهاش تعادل حتى. فدي من ضمن الدوافع اللي موجوده اللي احنا تورثناها من اجيال لاجيال، حتى الجيل ده. فالجيل ده برضك لما بيحصل ان الكيرف بينزل بيه، لان وارد انك انت بيبقى يوم مش يومك، او يضيع منك نقاط، او لا قدر مباراه تبقى مش موفق فيها، لكن اللعيبه فعلا بتراجع نفسها. أيوة. انا سمعتك كم مره انت بتتكلم بتقول انا كنت اول واحد براجع نفسي.
واكلم نفسي عشان لوحدي ده كل الاجيال واكتشف بعد كده ان ابو تريكه وائل وشادي واتاري كل الكلام ده اسلام خد بالك متورثينه من جيل لجيل حتى الاجيال احنا كنا كده كنا برضك نعاتب بعض وعايز اقول لك ان اليوم الكامل ده احنا اللي عملناه في جيل السبعينات احنا اللي جبنا بعض كابتن حسن حمدي كان كابتن فرقه وقتها فراح جميعنا وقال لنا يا جماعه خلاص احنا من بكره من الساعه 7 موجودين او 7 ونص موجودين في النادي فشوف يعني فكر كباتن وهنمشي الساعه 6 ولا الساعه 7 في نهايه اليوم مستر الدكوتي لما شافنا كده نسبها لنفسه فقال خلاص انا همشي السيستم ده فعايز اقول لك ان لا دوافع لعيبه النادي الاهلي لما بيحصل ان الله يقدر يحصل اخفاق او كرف بينزل شويه تبص تلاقي اللعيبه حتى كمان اسلام في التمرين بيبان درجه ان المدرب لما بيلاقي الناس بتخبط وبتزحله وبتعمل تكالن وها فبيضطر مصفر مهدي لان بيخاف على اللعيبه تتعور او يحصل اصابات يعني هقول لك حاجه مثلا اسلام اكرم ده ربنا يشفيه يا رب شغله في التدريب هو شغله في المباراه ما تقدرش تتلجمه ما تقدرش تهديه هي التكالم وهي القوه هي الالتحامات وهو الروح صحيح ففي لعيبه ودي سمه لعيبه النادي الاهلي حقيقي فالسمه دي موجوده في معظم اللعيبه فعشان كده احنا بخبراتنا ما كناش قلقانين ولا هنقلق في يوم من الايام على النادي الاهلي صح. لان النادي الاهلي اكبر من كده وزي ما قلت النادي الاهلي في حته تانية يا جماعه فربنا يحميهم يا رب زي ما انت قلت النهارده احنا ما بنعرفش الاصابات اللي حصلت مصيرها ايه بكره ان شاء الله نطمن على اللعيبه يا رب ما يكونش في حاجه يعني مش عايز برضو خلينا ننتظر لبكره بتفرق بشكل كبير الوضع افضل طبعا يعني. طبعا لكن طبعا عايز اقول البديل بيبقى ليه دور كبير جدا اسلام انا بيعجبني الراجل كمان ان هو عامل حاجه كويسه قوي عامل بعد كل مباراه عامل مباراه حبيه بينه وبين قطاع الناشئين صحيح ودي بصراحه جديده علينا يعني احنا انا فاكر كان في البرنامج بيبقى بس دي ليها طريقتين او ليها حاجتين يا كابتن ليها استفادتين الاستفاده الاولى انا بجهز لعيبتي اللي ما لعبوش المباراه وبالتالي بجهزه في نفس الوقت ببص على لعيبه قطاع الناشئين جميل انا بحييه بصراحه لان دي حاجه جديده علينا بصراحه ما كانتش موجوده احنا كنا بنلعب مباراه حبيه للناس اللي ما لعبتش صحيح عشان نطمن عليها حد واخد كارت احمر واحد مصاب يبقى البديل يبقى ايه جاهز لكن انت كمان تحط عينك على قطاع ناشئين قدام عينيك انت شايفهم فدي حاجه بصراحه بتحسب للراجل وبتحسب لفكر الراجل وكمان بتدي ثقه لقطاع الناشئين ان انا اموت نفسي عشان اثبت الراجل ان انا ايه ممكن ابقى جدير وعندي ثقه عنده ان انا ممكن ابقى موجود في ضمن التشكيله او ابقى موجود في ضمن ال 18 او في ضمن اللعيبه اللي رايح المعسكر. انبي المصري سموحه في الكاس الزمالك يوم 21 ثم هنشوف بقى السفر هيكون امتى والكلام ده كله لكاس العالم. اربع مباريات كيف يمكن ان يواجه كولر هذه الضغط من المباريات؟ المباريات كلها صعبه كل ثلاث ايام يا اسلام النهارده انبي كسبان الاتحاد صحيح كابتن طلعت يوسف هو المدير الفني لفريق انبي كابتن طلعت يوسف من المدربين اللي عندهم خبرات بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز احنا عارفين طبعا الكابتن طلعت يوسف بيحب التامين الدفاعي بشكل كبير جدا فمن دلوقتي بنقول لمستر كولر طبعا اكيد مليون في الميه هيتفرج هو وجهازه الفني على مباراه انبي والاتحاد وهيشوف طبعا طريق اللعب بالنسبه لانبي في الحاله الدفاعيه بيبقوا قريبين جدا من ال 18 30 يارده الثلاث خطوط وبيعتمد على الكونتر اتاك ودي سمه من ضمن سمات الكابتن طلعت فالنهارده اكيد مستر كولر هيبدا يشتغل على هذا النظام وهذا السيستم على انبي وزي ما قلت لك اسلام هي سبحان الله هي وربع ساعه تلت ساعه مع انبي مع المصري مع الزمالك مع بيراميدز مع اي فرقه اول تلت ساعه لما بتبدا تضغط على الفرقه وبتغلطها وبيجيب جول هو ده الاساس بالظبط هو ده الاساس طيب يعني اخيرا يا كابتن ماهر لو حضرتك حابب توجه رساله لانه الاربع مباريات القادمه اعتقد يعني مهمين جدا جدا ثلاث نقاط للاعبين وللجمهور وللاداره
يعني انا عايز اقول يا جماعه الفتره اللي جايه ناخدها مباراه مباراه زي مباراه الكؤوس زي ما انا ذكرت. احنا خلاص خلصنا من بيراميدز ثلاث نقاط، ركبنا الجدول الحمد لله اربع مين، واحنا لما بنركب الجدول صعب جدا ان احنا ننزل من عن القمه. مباراه ام بي لازم نحترم ام بي بشكل كبير جدا، وهم واخدين الثقه مع الكابتن طلعت، مهم جدا ثلاث نقاط زي ما قلنا، اول ربع ساعه او ثلث ساعه اكيد مستر كولر طبعا بيدي تعليماته للعيبه ان احنا مهم جدا ان احنا نقدر نجيب جول، الجول ده يفرق معانا بشكل كبير، يدينا ثقه ويبدا يفتح لنا الجيم، نقدر نحرك الجيم زي ما احنا عايزين. الحاجه الثانيه طبعا عايز اقول مجلس اداره النادي الاهلي بصراحه بقياده الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره ديت يا اسلام اجتمع بالراجل اكتر من مره عشان التدعيمات الشتويه او الانتقاليه اللي جايه. ان شاء الله باذن الله زي ما انت ذكرت كده هيبقى في اخبار بتفرح جماهير النادي الاهلي اللي هي مستنياها. جماهير النادي الاهلي مستنيه اكتر من عنصر ان شاء الله يخش على الفرقه، يقدر يعمل لنا اضافه مع اللعيبه المميزه اللي موجوده فعلا في الاماكن اللي فعلا النادي الاهلي محتاجها. الحاجة الثالثة طبعا جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي احنا مهما اتكلمنا عنها ومهما شكرنا فيها هي بتعشق النادي الأهلي وهي السند بعد ربنا سبحانه وتعالى في أداء هؤلاء اللاعبين. فإن شاء الله بإذن الله اللعيبة يفرحوهم خلال المباراة اللي جاية، وبإذن الله نكون مخلصين الثلاث أربع خمس مباريات اللي باقيين قبل بطولة العالم للأندية، والنادي الأهلي راكب الجدول بفارق إن شاء الله بنقاط عن المنافسين اللي وراه. يا رب ان شاء الله. اشكرك يا كابتن ماهر، شرفت ونورت على وجودك معانا. شكرا يا اسلام، شكرا سنه وانت حبيبي. شكرا سنه حضرتك. طيب شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك كابتن. صحتك طيب؟ كل سنه طيب والف مبروك. الف مبروك. هنتكلم لسه في مبروك. بس كل سنه طيب اول طبعا. الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ ونب بالراحه عليا شويه في الاسئله يا كابتن، لسه جاي من البلد على هنا على طول. اديله اسئله سهله. انا جاي من اسيوط. حد بيجي من البلد الساعه 12 ونص بالليل؟ انا جاي من اسيوط يا استاذ جمال. انا جاي من اسيوط بالقطر. منين؟ من اسيوط بالقطر. من اسوان؟ من اسيوط. اسوان؟ اسيوط بالقطر. والحمد لله القطر جه في ميعاده. فعلا؟ جاي من البلد والله. خلاص يبقى اديله اسئله. قد ايه؟ كام ساعه طيب؟ لا احنا خمس ساعات. والله؟ خمس ساعات؟ والقطر الحمد لله كان كويس وجه في ميعاده. طب حلو جدا ونضيف وزي الفل. لا 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 قطر ممتاز جدا، كان فيه وجبه وحاجه محترمه جدا. طيب كلت يعني؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله دي اهم حاجه. دفعت ولا ما دفعتش؟ لا ما دفعتش. لا ليه؟ لا ليه بجد والله؟ لا انت يعني المفروض البوفيه بتاع القطر تروح تدفع. على لا هو بيديك وجبه مع السفريه. فعلا؟ دي جديدة، أنا معرفش والله ده بجد. عموما خلينا نروح لأستاذ جمال. النهاردة النادي الأهلي استطاع أن يفوز على بيراميدز 3-0. أنا هاخد رأي حضراتكم في هذا الأمر، في هذه المباراة المهمة في هذا التوقيت. شوف، هو أهم حاجة بجد يعني أنه الشحن اللي كان موجود قبل المباراة شيء غريب جدا. يعني أنا بعتقد أن يعني اعتراض بيراميدز من البداية على نقل المباراة من ملعب لملعب بيدل على حاجة غريبة جدا، انه الناس حتى ما بقتش تقرأ اللوائح. يعني انت مشارك في مسابقة تبقى عارف قبل ما تطلع تعترض وتشتكي تشوف اللائحة بتقول ايه، هل من حق المنافس انه يعمل هذا الكلام. ويمكن طلع الاستاذ احمد دياب اعلن صراحه واعلن الجزء اللي في اللائحه، فبرضو انا حاسس ان فيها غل شويه، مش غل الكوره، اصل في غل اللي احنا بنطالب بيه ان يبقى في غل كروي. يعني الناس تلعب وتتنافس وتتعب والكلام ده كله، انما انت من البدايه كاداره، انا معلش مع كل الاحترام، لكن اللي حاصل في غل شديد جدا. أول حاجة معترض على نقل المباراة مع إن ده من حق النادي الأهلي. ولم يعترض، هو أبدا اندهاشه. يعني إيه أبدا؟ ما هو أبدا. أنا بقول لحضرتك الكلمة مكتوبة إزاي. هو أبدا اندهاشه وفي الآخر قال لك الأهلي حبيبنا ومفيش مشكلة. بالظبط كده، والعلاقات جيدة. أنا ده اللي أنا بقصده بقى، أنت قبل ما تقول الكلام ده تبقى قاري اللايحة. ارفع التليفون. يعني يا فندم الإداريين يعني أقل يعني أبسط شرط في شغل الإداري إن هو بيبقى عارف هو بيقول إيه.
اداري الفريق حتى قبل انا ما اعترض ابقى فاهم اللائحه بتقول ايه عشان اعترض عن حق. لكن مجرد ان انا اقول ان انا اندهشت، طب يا سيدي متشكرين قوي على الدهشه. والله حاجه غريبه جدا. اوكي كل واحد، لا كل واحد يحفز فريقه ويحفز طموح فريقه من طيب وجهه نظره. وطلبوا حكم اجنبي، وجه الحكم الاجنبي اللي هو حكم كاس العالم، نهائي كاس العالم. صحيح. البولندي. حلو، ده كله من حقك، بس الشحن ده كله ما كانش له اي داعي. يعني المباراه مباراه الاهلي كمان. يعني لو حد من حقه ان هو يجيب حكام اجانب، الاهلي هو اللي يقول انا. لا الفريقين بيبقى ليهم الحق يعني. ماشي، طالما هتدفع خلاص. هي الفكره ايه؟ الغل ده انا ما بحبوش، ده اللي بيخلي. لا هو خلينا نتكلم او نضع الامور برضو علشان الموضوع غل وما غلش دي حاجه تخصهم. تمام. لكن انا بتكلم في انهم خلاص هم شايفين. والله تخصني انا كمشاهد. اوكي. ما هو انا كمشاهد برضو كابتن اسلام لما الاقي الاجواء كده، طب يعني ايه في ايه يعني؟ ما انت لاعب قبل كده 10 مباريات. ما حصلش ان انت لا اشترطت حاجه ولا طلبت حاجه، فاهم قصدي؟ خالص. واتغلبت وغلبت الموضوع بسيط يعني. يعني اذا كان عندك القدره ان انت تكسب هتكسب، ما عندكش خلاص. يعني اي اعمال اخرى او افعال اخرى مش هتاثر. نيجي للمباراه نفسها بقى، اعتقد النادي الاهلي النهارده حقق من هذه المباراه كل ما يريده. اوكي. يعني سيبك من مساله الرقم الغريب اللي بيتقال على طول، الاستحواذ. الاستحواذ ده انت ممكن تبقى مسيطر على المباراه. لا خلي بالك، اصل طريقه لعب يعني ايه؟ يعني انا مره هذكر حضرتك بحاجه واكيد حضراتكم هتبقوا فاكرينها. اه. حضرتك تفتكر مباراه الاهلي والزمالك. سنه 2006 على ما اتذكر، 6 او 7 مش فاكر تحديدا يعني. هذه المباراه احنا النادي الاهلي كان فايز على نادي الزمالك في كل المباريات السابقه. تمام. فجاه لقينا مانويل جوزيه بيعمل ايه؟ هذا المدرب الاسطوري العبقري. عمل ايه؟ قال لك يا جماعه احنا النادي الاهلي كنا واخدين ايه؟ اول لما الكره تتسنتر وتتلعب ترجع، ما كناش بناخد احنا اللعبه. البدايه. كنا بنسيب البدايه للفرق الثانيه دايما. ليه؟ عشان يباصي ويرجعها ورا وتقوم انت ضاغط عليه. دي كانت طريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها. ايوه صح. خلاص؟ صح. ففوجئنا لقيناه بيقول لك ايه؟ اول ما الكره تعمل كده ارجع لنص ملعبك. اقف على نص ملعبك. فكلنا استغربنا. لا هي فعلا فكره او هي فكرة وجهه نظر قد يعني. تكون وجهه نظر، لانه الماتش ده احنا كسبناه 2-0. وقال لك ايه؟ قال لك هنبتدي نجمع اللعب وشوقي ياخدها او ابو تريكه ياخدها، وكان اللعب عليا انا تحديدا. ايوه. الشوط الاولاني كان اللعب عليا انا تحديدا، ان هو وبركات كان بيلعب قدامي. ان بركات يخش لجوه فياخد طارق السيد فيفضي الحته دي تجيلي اعمل اوفر. جبنا الجونين كده. ايوه صح. وده الى حد لعبنا كبير كده. لما غير طريقه اللعب للشوط الثاني للطريقه العاديه ونزل اتنين راس حربه كسبنا، ما عملناش الشوط الثاني كويس. خلاص. مع ان دي ما كانتش طريقه اللعب. لا فهي طريقه لعب صح بيحطها مارسيل كولر عشان ايه؟ عشان يكسب، مش طبعا عشان يبسط الناس. لا طبعا. هو الهدف من المباراه ان هو يكسب. مش ان هو يبسط حد. صحيح. يعني الجمهور. لا ما هو لو كسب الناس كلها هتتبسط. بالظبط كده. يعني اللي يكسب هو اللي هيتبسط. صحيح. مش حاجه تانية يعني. فنقول حتى انه المباريات السابقه الاهلي فقد نقاط، رغم ان هو كان الاكثر استحواذا والاكثر هجوما ومحاوله على المرمى. صحيح. والتهديف، ومع ذلك خسر. بس حتى مع الطريقه يا استاذ جمال وقطعا لكلامك، ما هي الارقام يا كابتن اسلام بتقول لك ان الاهلي، يعني الطريقه اللي الناس بتتكلم عليها وانا اللي شفته مثلا في اغلب الاستاذ التحليل يقول لك ان الاهلي كان بيلجا للجزء الدفاعي. طب الارقام بتقول ان الاهلي ليه 15 محاوله على الجون بنسبه 1.8 نسب فرص محققه. مقابل كام؟ 8 لبيراميدز بنسبه 1.7 اهداف محققه. طب صناعه فرص 14-7. بس هو هنا الاستاذ جمال بيتكلم عن الاستحواذ. استحواذ سلبي. هناك فارق انا بتكلم على الاستحواذ، مش هو استحواذ سلبي. خلي بالك هناك فارق كبير. بالظبط. طبعا الاستحواذ. ما هو كابتن انت ممكن ما جوزي كان بيعمل ايه؟ خليه يستحوذ قدامك. هو حتى كان ليه كلمه شهيره يقول لك خليه بيلعب قدامك. لا ده هادي الماتش ده الوحيد اللي عمل فيه كده. بقيه الماتشات لا كنت بتضغط. ايوه كان في مدربين طريقه لعب في دماغه عايز يطبقها وكسبت بيها. بالظبط. فهي لغه الارقام بتقول لك هو كان معاه استحواذ سلبي، والاستحواذ مش كبير يعني 52 48 على ما اتذكر حاجه زي كده، برضه الاستحواذ مش فرق كبير. لكن الارقام بتقول ان انت الاكثر صناعه للاهداف، انت الاكثر فرص،
انت الاكثر في كل حتى في الالتحامات تمام في الفرص اللي في في كل حاجه. بس في نقطه كان الاستاذ جمال اتكلم عليها حتى بعيدا عن البيان اللي هم طلعوه الكلام ده كله. انا اسف يا كابتن ان انا هقول الكلام ده والله يعني اعذرني بس والكلام ده يعني انا كصحف في الاول قول لي الاول وانا اتفضل. انا مش متفهم ازاي لاعب او اتنين ان انت كنت كابتن كبير يا كابتن لاعب لو في لاعب يلعب عليك كان اعلى منك ازاي انت بتلعب لعب يعني ديرت بلاي عشان تطلعه بره الملعب خالص. يعني انا هتكلم ديرت بلاي بجد لا مش حضرتك عمري. النهارده كريم فؤاد على عبد الله السعيد هو اعلى 4 مرات لحد الفتره اللي لعبها. الضربه اللي لعبها عبد الله السعيد لكريم فؤاد دي اسمها ديرت بلاي ملهاش معنى تاني خالص. اللاعب طلع بره الماتش تماما لان كان متفوق عليك لحد ما انت اديته لعبه دي لعبه واحد بقى له 37 سنه تمام خلص على واحد خلصت على واحد طلعته بره الماتش. الناس هتقول لك دي يمكن لعبه اعتراضيه لا ده مش لعبه. اللعبه دي اتكررت من رمضان صبحي في نهايه المباراه مع ياسر ابراهيم لان ياسر ابراهيم كان متفوق على رمضان صبحي في الدقيقه 47 او 48 دخل برضه في ياسر ابراهيم نفس الموضوع. انا مش انت جاي من اسيوط او من اسيوط دلوقتي بالقطر ما شفتش الانترو. لو كنت شفت الانترو انا قلت نفس الكلام ده. انا معلش يا كابتن بس القطر بصراحه كان نظيف ف طب الحمد لله انا كنت قاعد مستمتع كنت مستمتع كان في 3 سندوتشات منهم سندوتش اهم حاجه كمل يا استاذ عبد الحكيم. فانا مش متفاهم لحد دلوقتي انت هتقول لي البيان بتاع الاداره والكابتن هاني سعيد اللي كان بيطلع في ماتشات تانية ما تعتبروش موجود تمام وطاقم تحكيم. طب هو حتى الحكم اللي كانها كاس العالم مالوش اخطاء؟ لا ليه اخطاء هي دي واحده منهم تمام بتاعت حكم الفار اللي قاعد بره ازاي في كره زي بتاعت عبد الله السعيد دي ما ينبهوش يقول له تعالى. ممكن الحكم تكون لا بتاعت رمضان كمان الاثنين بتوع رمضان مع معلول ومع ياسر جميل ممكن يكون الحكم تمام ما هو ده جزء من خطا الحكم المساعد لان طاقم ده طاقم كامل صحيح ازاي حكم الفيديو ما نبهوش للواقعتين دول. انا وجهه نظري وقعت كريم فؤاد دي اخطر بكتير جدا لان الكره واضحه وضوح الشمس للاعاده فيها غل غير عادي. ده الغل بقى انا مش فاهم الناس دي كانت بتلعب في النادي الاهلي ازاي. يعني انا لحد دلوقتي مش متفاهم انتوا كنتوا في النادي الاهلي ازاي وايه المشكله بالنسبه لكم مع النادي الاهلي. انتوا مش مشيتوا اختارتوا طريقكم ما تخليكوا في طريقكم. لا ما هو انت لعبت وكسبت النادي الاهلي وجبت جون وبتاع يعني الموضوع ما احنا بناخده رياضه احنا ما بناخدوش حاجه ثانيه احنا بناخده رياضه يا كابتن. ما في ماتشات قريبه احنا بناخده رياضه بس في ناس واخداه غل. ما هو ده اللي انا بكلم حضرتك عليه ان انت لو انت بتطالب بحقك خد حقك يا سيدي. وبعد كده انا بقول لك بعد اذنك يا كابتن انا هنا بتكلم كصحفي دون اذن يعني على مسؤوليتك على مسؤوليتك الشخصية بعيدا عن كابتن هاني سعيد انت مشكلتك في حياتك كلها ان انت راجل سبت النادي وهربت فالنادي قال لك مش هترجع تاني فحاطط في حياتك كل دماغك كلها من ساعه ما رحت النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي. وكابتن هاني سعيد بيشتغل في بيراميدز صح؟ اوكي مدير رياضي نادي بيراميدز او المسمى اللي بيقول عليه كده تمام. فانت يا كابتن هاني مشكلتك ان انت هربت زمان النادي الاهلي ما ترجعش فعندك عقده نفسيه اسمها النادي الاهلي بتقعد تتنطط على الخط. ده النهارده انت انا ما شفتش منظر يعني في ماتش قبل كده انا هاني سعيد ده انا مندهش منه. وبعد كده اتكلم على الحكم ده الحكم النهارده اللي 3 اخطاء مؤثره ضد النادي الاهلي. هو اتكلم عن الحكم؟ لا يعني كان بيشاور بيعترض في لقطه كده على الخط بيعترض على الحكم. تعترض على الحكم ايه؟ ده الحكم النهارده مش احنا اللي جايبينه كمان يعني لا بغض النظر عن مين اللي جايبه بس الحكم النهارده انت ليك خلي بالك أيوة ليك واحده برضه بتاعت محمد شريف دي انا في اخطاء يعني. لا في اخطاء ممكن اقول لك قريبه ولا حاجه لكن انا شايفها ده الكره لمست اليد ركله جزاء واضحه ما فيش حاجه اسمها ايه ثابته وانت الكره رايحه صناعه فرصه صحيح انا مش متفاهم دي واحده وكره علي معلول ياسر ابراهيم وعلي معلول يا دي الاولانيه انا بشوفها طرد طيب حتى لو مش طرد اللي هي بتاعت ياسر ابراهيم حتى لو مش طرد ياخد في دي انذار وياخد في بتاعت علي معلول في دي 73 انذار يبقى احمر يعني لو انت عايز تطبق القانون ده في كره ثانيه على دونجا واخد انذار لما ضرب اللاعب ضربه في احتكاك على الخط بعدها ب 10 دقائق دخل في لاعب الاهلي كان المفروض دي انذار اللي خد فيها انذار وانذار ثاني كان في لعبه لدونجا فانت بتتكلم بتعترض كابتن هاني سعيد من بره. طب انت عندك مشكله مع النادي الاهلي ان انت مشيت هربت رحت ايطاليا زمان فانت الاهلي عايز ترجع الاهلي قال لك اللي بيهرب من عندي ما يرجعش هتفضل طول عمرك عقدتك النادي الاهلي يا جماعه انا مش انا مش متفاهم والله العظيم. انا متفاهم مثلا ان انا في يوم من الايام مثلا كنت في مكان ما حصلش نصيب ومشيت حلو انساه بسلبياته بايجابياته لكن عبد الله السعيد النهارده درت بليه حرفيا انت كنت ممكن تبطل لعب كوره بدل لا الحياة. انت واثق من الكلام ده اصله كلام برده خلي بالك صعب جدا انت ما شفتش الكوره كابتن الكره عداه هو برضو هو تفوق عليك يا كابتن هو في اصله ده احساس. انا ليه بقول لحضرتك بيراميدز لعب كام مباراه قبل المباراه 10 ماتشات انت سمعت عن اي طلبات لبيراميدز لا قبل الماتش لا قبل الماتشات دي خالص ولا الهوا
وبيلعب وبيتغلب وبيغلب وبيتعادل. ده ماتش هو والزمالك يا كابتن ديربي على المركز الثاني، لان وقتها كان الاهلي متصدر. لو هو بيلعب الزمالك انتوا الاثنين بتنافسوا على المركز الثاني، ما طلبش حكام اجانب. طب حضرتك انت يعني فهمني بس ايه العقل؟ يعني شيء برضو ما هو باين يعني يا كابتن. ايوه ولذلك على فكره ما بتقنعونيش. لا لا انا دوري ان انا اقول كده. لا انا بقول لك على مسؤوليتنا. بص يا كابتن انا احنا بنقول على مسؤوليتنا، احنا صحفيين في الاول يا كابتن. لا لكن انا لازم اقول لحضراتكم ان اول حاجه اول ملاحظه ليه على الماتش ايه؟ بص يا كابتن اللعبه اهي اللي هو ده. بص يا كابتن بص خدت بالك من اللقطه؟ ده واحد بيلف دي لعبه واحد خبرات سنين، لاعب متفوق عليا، لاعب كعبه عالي عليا طول الماتش طول الفتره اللي لعبتها، فانا عايز اخلص عليه وطلعه بره الماتش. اوكي ده قال زي... كابتن مدحت شلبي في تعليقه على الماتش قال ايه؟ قال كده قال ايه ده انا بتاع ال 37 سنه هتيجي انت واد صغير يا صغير سنا تلعب عليا؟ ولد صغير يعني سنا يعني تلعب عليا انا بتاع ال 37؟ طب خد يعني انا عايز اقول لك. وياسر ابراهيم كان متفوق جدا على رمضان صبحي، تمام. انا متفق، مش متفاهم لحد دلوقتي ازاي الحكم حكم الفيديو ما قالوش تعالى شوف اللقطه دي. طب انا عايز اقول لك حاجه، الكره دي انا بشوف ان كره هات كل رمضان. لا شوف بقى الاكله الاخيره دي. بص 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 يا كابتن دي. بص 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 كلها حب، هي ما فيهاش غل ولا حاجه. انا مش متفاهم الناس دي كانت موجوده 9 سنين و10 سنين في الاهلي ازاي. والله العظيم مش متفاهم لحد دلوقتي الناس دي كانت بتاكل. مشاهم هم اللي قالوا. لا مشيت خلاص، اللي عاوز يمشي ما بيمشي. مشيت انسى بقى يعني، افتكر نادي الاماكن الايجابيه اللي كنت فيها وخلاص اقفل. لا اقفل صعب الموضوع. صعب مشاعر انسانيه. هات لي بس كره رمضان اللي في اخر الشوط الاول مع ياسر ابراهيم، لان دي الكره دي بالنسبه لي برضو بتمثل لي علامه استفهام كبيره جدا. لا تبقى. اتفضل. لا هاتها لما تقرب بس. بص يا كابتن بص بص لا دي مش محتاج. بص بص يا كابتن بص رجله مكمله. لا انا كنت بقول انها ممكن تعدي. لا يا كابتن تعدي اصفر. خد بالك يا كابتن ده برضو متعديش. ده برضو يا كابتن بص 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 دخل ستارز. بص بص هيكمل. بص هيكمل بعد اللعبه ازاي. استنى بس اكمل. لا لما رجله. لا لا ده بص وعشان كده قال لك المفروض يبقى كمل في رجله على الركبه. كمل في رجله على الركبه. لان ياسر ابراهيم كان بيقول لك ان في حد حللها كده. قال لك ان هو لما رجله ف يعني يا كابتن هي مش بالتحليل. طب ما التحليل النهارده طول اليوم اسوان عامل ماتش على اعلى مستوى واحنا كل كلامنا على الزمالك، مش ده التحليل اللي احنا بنسمعه؟ النهارده اسوان مضيع 5 فرص منهم 3 كور في العرض يا كابتن. والتحليل كله الزمالك قطار السعاده، الزمالك قطار السعاده، واحنا عايزين انديه شعبيه. الكلام سهل يا كابتن، تيجي تقول الانديه الشعبيه. طب ما انت الانديه الشعبيه بتلعب هي وتادي، حضرتك ما اداش حقها ليه؟ كنت فين ساعه الماتش ده؟ انا؟ لا كنت لسه باكل فطير في البلد، كنت شركبت القطر. كان لسه في البلد. كنت لسه هناك؟ كنت لسه باكل فطير. ايوه الساعه 3 الا ربع يعني. الماتش كان بدري صحيح الساعه 3 الا ربع. عموما يعني انا الحقيقه كنت اتمنى ان يكون الحكم افضل من كده، يعني احنا كسبنا 3 وكل حاجه، ولكن في النهايه كنت اتمنى ان يكون التحكيم افضل من كده، لانه اذا اعطيت للنادي الاهلي تحكيما عادلا، تحكيما عادلا للمره انا كل شويه بشرح اصلي الموضوع ده، تحكيما عادلا يعني لو عليا ركله جزاء احسبها، بس لو ليا اثنين اديهم لي. طبعا هذا هو التحكيم العادل. بس في نقطه ثانيه برضو كمان مهمه قوي يا كابتن، انه لما انت تكون كويس بتكبر على التحكيم. على اخطاء التحكيم. مظبوط. يعني دي برضو احد الدروس المستفاده. انت النهارده لعبت الجيم صح جدا، فحتى رغم الاخطاء التحكيميه اللي هي مفروض في صالحك يعني او انت اتظلمت فيها، الا انك قدرت برضو تحقق فوز كبير يعني 3-0. بس هو انت عارف انا ايه؟ انا اللي انا بطلبه ايه؟ ان انا عايز حقي. مالكش علاقه انا كويس ولا طبعًا وحش. طبعا مالكش علاقه انا كسبان 3 ولا 10. لا ولا مغلوب 3. دي مالهاش علاقه. مالهاش علاقه خالص. انا ليا حق اديهولي. صح صح. ما عنديش مشكله. لابس احمر، لابس ابيض، لابس اصفر، لابس اخضر، لابس زي ما انا لابس. مش مشكله. مش مشكله. عليا كارت احمر اديني كارت احمر. صح. ما عنديش مشكله خالص، ولكن اعمل كده، خلي مقياس العداله مقياس واحد. هي اللعبه اللي هي اللي جت في ايد لاعب بيراميدز جوه منطقه الجزاء، ما دي ضربه جزاء اللي هي قال لك فيها انه ايده ثابته وجنبه كان بيشرحها للاعب. طب ما عادي، ما بتحصل كتير جدا ولاعيبه بتبقى ايديها ثابته. هو انا لما اروح بايدي طالما جت في ايده خلاص، لما اروح بايدي للكوره وامنع الكوره تعدي، دي كده معناها ان ايدي ثابته؟ طبعا. لا معناها ان هي ركله هنا، انها جزء من الجسم يعني. انها جزء من الجسم يعني، هو بيقول لك ما كبرتش الجسم يعني. لا هي ادت عرض. خلي بالك اصل انا قعدت برضه اسمع التحاليل كلها قبل ما اخش الهواء علشان اشوف الناس هتقول ايه. يعني اي بص اي زي الفل اهي مالها. طب هي مش منعت الكره تعدي؟ منعت. ما ده اللي انا اقصده. ودي ما فيهاش احتمالات. انا بقول لك التحليل اللي بيتقال ايوه
تحليل بيتقال يقول لك ما كبرتش الجسم. وبرغم ده كله شوف اللي احنا بنتكلم فيه، كابتن هاني سعيد قايم على الخط بيزعق على الحكم. يعني انا مش متفاهم الكابتن هاني سعيد. هي النيه موجوده، نيه الاعتراض ونيه لا هو خلي بالك برضو الواحد ممكن يكون يعني متنرفس شويه من اداء الفريق. في ماتشات الاهلي يا كابتن؟ نعم متنرفس غير في ماتشات الاهلي؟ مش عارف. لا بيتنرفز اصلا. انا بتفرج على ماتشات الاهلي بس، فما بعرفش اللي بيحصل ايه. لا انا بتفرج بحكم شغلي، بتفرج على ماتشات كتير. انت بتتفرج ولا ما بتفرجش؟ هو ما فيش غير في ماتشات الاهلي الكابتن هاني سعيد تمام، والاستاذ الثاني واللعيبه دول اللي تحسهم اسود. وعلى فكره ما عنديش مشكله انا خالص، يعني من حقك انك تلعب بس بلاش انك تاذي لاعب. يعني رمضان صبحي واضحه جدا ان كان عايز ياذي ياسر ابراهيم. نقطه عبد الله السعيد كان عايز ياذي او طلعه بره الماتش خالص كريم فؤاد. والمندهش كريم فؤاد طلع بره الماتش وغير، ما خدش انذار عبد الله السعيد في اللقاء دي. يعني يعني بعقلك اديني عقلك، اديني عقلك. طيب عندنا ضغط مباريات السنه دي او خلال، خلي بالك انت عندك اربع مباريات، ام بي المصري، سموحه في الكاس، الزمالك. يعني وما بعد الزمالك ده هنشوف هينسافر ولا هيتلعب. ف اللي بقوله ان انت عندك اربع مباريات، الاربعه الحقيقه اصعب من بعض، وفي نفس الوقت ضغط مباريات كبير جدا. كيف يتعامل كولر مع ضغط هذه المباريات؟ هو دايما يقول لك انا بدور. لما سئل النهارده على تثبيت التشكيل قال لك انا مش عارف، انا طب اثبت ازاي يا جماعه؟ طب انا كريم اتصاب، عبد المنعم عنده كدمه، والثالث هو بيدور كمان غصب عنه احيانا. يعني هو مساله التدوير احيانا بتبقى اجباريه بالنسبه له، هو عشان كده بيحاول بقدر الامكان يبقى كل المجموعه في جو المباريات، واخد بالك؟ يعني انت بتلاقيه مره بيبتدي بفلان، بعدها بيخليه احتياطي، بعدها بيبتدي بفلان، يعني لازم هيغير طبعا. مساله التدوير دي مهمه جدا، لان انت كمان ما عندكش رفاهيه يا كابتن ان انت يعني تريح ماتش مثلا او ماتشين، تتغلب او تخسر نقط. انت محتاج على طول بتلعب على المكسب. صحيح. فدي مسألة يعني على قد ما هي صعبة، على قد برضو ما احنا نقدر نقول انه النادي الاهلي متعود على الضغط ده، بس بيني وبينك هي بقت اوفر برضو، انك تلعب كل ثلاث ايام ومطلوب منك تحت ضغط انك لازم تكسب. ايوه. لكن الواقع بيقول ايه؟ ان هذا هو الواقع، هذه هي المباريات اللي انت مرتبط بيها، فلازم مستر كولر يتعامل مع هذه المباريات بالطريقه، انا وجهه نظري بالطريقه اللي هو شايفها شخصيا. صحيح. مش احنا يعني مش اي حد بره الملعب هيفتي ويقول اعمل كذا 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 كذا. ما هو النهارده انت سلمني النتيجه كويسه وانا هبقى راضي، يعني صح. كجمهور انا هبقى سعيد بهذا الكلام. المهم في النهايه الثلاث نقاط يبقوا موجودين، فهي طبعا مرحله هتكون صعبه. الاداء برضو مهم جدا. شوف الاداء في ظل هذا التلاحق والتلاحم مساله بنخليها في المعيار رقم 2. اوكي. يعني انت لو كسبت بتغفر لك حاجات كتير. طبعا، لان انت نفسك تلعب ماتشات كويسه جدا، تقدم احلى عروض. انما هتقدم احلى عروض فين؟ في وسط هذا التلاحق والتلاحم. انت محتاج اولا تبقى مطمئن على النتيجه. نعم. يعني لازم تكون كسبان ومطمئن على النتيجه، وبعد كده مساله الاداء هيجي مع الوقت يعني، ومع تدعيم الصفوف كمان. لانه في اتجاه موجود. مش في اتجاه، هو في معلومات، في معلومات احنا مش بنتكلم فيها هتحصل خلال فتره. بس انا بقول يعني ننتظر الاعلان عنه. في ظل وجود الاتجاه ده والخطوات دي انت محتاج تدعيم، مفيش كلام. لان انت مشارك في كل البطولات ومطلوب منك كل البطولات. وانا من وجهة نظري ان الدوري العام اهم بكتير من كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه انت وصلت وان شاء الله مكمل فيها وهتشترك وهتحقق برضو نتيجة كويسة طبعا، لكن الدوري مهم جدا لان هو اللي بيوديك افريقيا، اللي بتوديك لكاس العالم. بالظبط. بالظبط. وهو ده اللي الناس عايزاه دلوقتي يعني. صحيح. بس دوري ابطال افريقيا اقوى، الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا، صح؟ طبعا. لا، على حسب الهواء. اصعب. على حسب الهواء، والله على حسب اللون. اقول لك يعني ايه؟
يعني لما يبقى لما ناخد دوري ابطال افريقيا. أيوة صح. يبقى دوري ابطال الاهلي يعني ياخد دوري ابطال افريقيا فيبقى دوري ابطال. لا احنا شبعنا من كاس العالم بقى. احنا شبعنا من كاس العالم. لا ما بنشبعش. لا 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 مفيش حد طبعا. لا طبعا. طيب استاذ عبد الحكيم برضو لانه مهم جدا, هناك البعض بيحاول ان هو يحاسب النادي الاهلي بالقطعه. بمعنى ان انا اتعادلت ماتشين ف, وطبعا ده بعيدا عن جمهور الاهلي خلي بالك, لانه انا بتكلم على المحللين وعلى الاعلام وعلى 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 في الفتره اللي فاتت دي اتقال لك انه كذا وكذا واللعيبه مش عارف ايه والمدرب ايه والاداره ايه والجمهور, فاهم؟ احنا الاسبوع اللي عدى كنا هنا مع حضرتك وقلت لك انا بالنص ايه, قلت لك ان الاهلي مش شق فني, الاهلي محتاج الروح اللي كان بيلعب بها النهارده. لكن على المستوى الفني لعيبه الاهلي هم الافضل في مصر, لكن كنت محتاج الروح. انت كان عندك مشكله ان اللعيبه ممكن الدوافع عندها قليله, ممكن تكون مع ضغط المباريات, ممكن تكون حاجات طبيعي, لكن الروح اللي انت لعبت بها النهارده لو انت استمرت بها هتكسب وهتكمل. تعامل الناس, ما احنا لسه بنتكلم يا كابتن, وهو ده اللي كان مزعل الجمهور خلي بالك. طبعا الاهلي بقى طبعا انه انت الاداء وكل حاجه, لكن في نفس الوقت انت انا عايز الروح, انت محتاج الروح. اخسر او تعادل جماهير الاهلي, اتعادل او اخسر بس العب لي بالروح بتاعتي. صح. يعني اديني الروح. لو لعبت بالروح بتاعت الجمهور عمرك ما هتخسر ولا تعادل. بالظبط. بس هو عايز يحس فيك زي اللي شافه النهارده في الملعب. اه ان انت بتقاتل على اسم المكان, على اسم النادي, على التيشيرت اللي انت لابسه. ده ما عنديش مشكله بعد كده. اي نتائج دي تبقى في حاجات فيها جزء توفيق. ممكن انت فاكر حضرتك كنت موجود في ماتش المصري اللي كان فيه 17 فرصه لما كان 0-0. ده كان 17 فرصه حرفيا. لا ده ده المصري ما عداش, مش ما عداش النص الملعب. ما عداش الدايره بتاعت نص الملعب يعني. بص ساعتها يعني هل الجماهير طلعت هجمه الاهلي؟ لا 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 لا, لا. لان انت عملت 17 فرصه محققه. كابتن نادر السيد جه الماتش, جه الاهلي بعد بسبب الماتش ده. فالناس عايزاك تبقى كده. وجمهور الاهلي هو الجزء الوحيد في المنظومه اللي احنا ما ينفعش حد يتكلم فيه, لانه حتى لما بينتقد يا كابتن بينتقد عشان المصلحه. ما بينتقدش عشان اي حاجه خالص. يعني حتى لو انتقدنا انا او انتقد الاستاذ جمال او انتقد حضرتك, صحيح, هو بينتقد عشان عايز الصوره تبقى اعلى. صح. لان هو مش مستفيد حاجه. هو بيحب النادي كده حب. بس انت بتتكلم على الاعلام والتناول. طيب الاهلي لما تعادل ماتش الدنيا قامت. طيب النهارده ومع على فكره برضو لو احنا قلنا الاسبوع اللي عدى كانت ممكن الناس توجه لنا بعض الحاجات. لا هو متعادل كان في نفس نقط يا حبيبي. ده الاهلي هو كسبان النهارده. انا سمعت بس مش عايز يعني عشان معروف هيبقى مين. انا بقول لك سمعت بوداني بيقول لك بس الاهلي كسب ثلاثة بس مش كويسين, عايزين افضل من كده. انت كنت اتفرجت على ماتش اسوان؟ مين اتفرجت على ماتش اسوان؟ بص في حاجات كده بيبقى عندي فيها شغل والله بجد ما بهزرش, فلما بخلص شغلي بعرف الدنيا ماشيه ازاي. اسوان ثلاث كور في العرض. اوكي ماشي, وفرصتين محققتين. الماتش ده النهارده لو جزء من التوفيق مع اسوان كان خلص 6-1. خلص 6-1 حرفيا. والواحد ده الجمعه اللي جايه على فكره 6-1 6 يناير. تمام. والجون ده اصلا جون مش جون, لان الفاول اللي جت منه الجون ما كانش فاول اصلا. أوكي. يعني حتى الجون اللي متجاب ده ما فيش نقطه صح. طيب انا بالمناسبه بس ماتش الزمالك اللي حصل بعد الماتش هيحصل بقى في حساب؟ انا بنبه من دلوقتي او مع حضرتك بننبه, اتمنى ان يكون بقول لك عشان انت جاي من اسيوط ما سمعتش الانترو. ماشي عشان انا بس هعذرك عشان انت جاي من اسيوط. الفطير تقيل يا كابتن وكلت كل حاجه وتمام. يمكن سمعوا لا 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 لا, لا, لا كنت في القطر. انا بقول لك جاي من اسيوط. انا جاي من اسيوط في القطر على طول. لا يبقى بريء. نزلت ايه؟ نزلت محطة ايه؟ نزلت محطة رمسيس طبعا. رمسيس؟ وخدت بقى العربية من هناك. ما هو بيقولوا في محطة في جامعة الدول بس انا ما عدتش واحنا جايين يعني, عديت على رمسيس. لا يا عم لا, المحطة الرئيسية فين؟ رمسيس. في رمسيس. انت خدت عربيتك وجيت يعني. على طول. على طول. عشان كده هو استاذ جمال ما شافش ايه؟ مش انت اصل انا قلت نفس الكلام ده بس انا قلت اتكلم بشكل عام. لا وانتظر بقى مراقب المباراه ومراقب يبقى في قرارات وفي حاجات لازم تطلع. هنشوف بقى. اصل ليا حد كان حاضر المباراه. اوكي. مش زي ما اتقطعت الشاشه تمام وما كملتش. اتمنى بجد والله ان يكون في مرام يا رب كاتب اللي حصل. لاني الموضوع ده اتكرر 5 6 7 10 مرات وكان من ضمنهم مره مع رئيس لجنه مؤقته. حماس زائد. مع رئيس لجنه مؤقته. حماس زائد. زي الشغف والشغب. ما كان من ضمنهم دي اللي انا عايز اوصل لها. الشغف والشغب ده شغف. كان من ضمنهم مره ده شغف. مع رئيس لجنه مؤقته. كان حاول يضربه وما حصلش اي حاجه. لا انا مش عارف. ماشي عموما خلينا نرجع. بصوا خلينا نتكلم عن الاهلي لانه الحقيقه النهارده او اللي جاي كله هيبقى صعب يعني. بالمناسبه معلش حضرتك بتتكلم عن ضغط المباريات. الاهم من ضغط المباريات هي نوعيه المباريات يا كابتن. انت هتلاعب فرق كلها عندها دوافع يعني. صحيح. المصري
سموحه في نصف نهائي الكاس ودي بطوله. أيوة. الزمالك ممكن تديك افضليه كبيره جدا في الدوري. البنك الاهلي بعد كده 24، البنك الاهلي 24 وبعد كده رايح كاس العالم للانديه. كلها ماتشات غير ان هي مضغوطه، نوعيه المباريات صعبه. يعني نوعيه المباريات صعبه، عندك سموحه نص نهائي كاس مصر النسخه اللي عدت، محتاج ان شاء الله ربنا يكرمك عشان توصل الفاينل. فكلها مباريات بعيده عن الضغط، كمان نوعيه المباريات صعبه جدا. وبطولات يعني دوري وكاس ورايح كاس العالم للانديه، فتعتبر انت بتلعب فتره معينه، فتره صغيره ثلاث بطولات في ثلاث بطولات صحيح، وفي مباريات مفصليه، وتهيألي هترجع تلعب في افريقيا على طول. انت هيتاجل لك ماتش اصلا، هيتاجل لك يوم 10، هيتاجل لك ماتش اول ماتش ليك عشان انت مشارك في كاس العالم للانديه، فانت هترجع على الماتش المؤجل ليك. فتعتبر هتلعب في اقل من شهر او اقل من 20 اربع بطولات. اربع بطولات صحيح. وعلى فكره بالمناسبه يعني انا ما بقلقش من لما تلعب مع الفرق الكبيره اللي بتهاجمك. نعم. انا بقى لانه بيبقى رايح جاي، لا بيبقى الدنيا تقدر انت تعمل حاجه زي ما شفنا النهارده. يعني بيراميدز بيهاجم وبيحاول والكلام ده، عنده ثغرات ورا انت استفدت منها. المشكله في فرق التكتل الدفاعي، هي دي اللي مشكله ممكن تعمل لك قلق، وده اللي ممكن يبقى الشغل الشاغل للمدير الفني خلال المرحله القادمه. خلال المرحله القادمه اعمل ايه مع الفرق المتكتله؟ انت تعرف يا كابتن ان احنا اخر الماتش بتاع النهارده احنا داخلين باثنين حراس مرمى بس. ايوه. من الاصابات. ايوه. الشناوي وعلى لطفي عندك. مصطفى شوير ربنا يشفيه، عمل عمليه حتى النهارده. حمزه علاء عنده اصابه عضليه. مصطفى مخلوف في منتخب الشباب جاي، انت جيت التمرين الاخير جبت حارس مرمى فرق 2005 صعدته. فانت عندك حتى الاصابات مش رحمه الفريق. بس برضه ان شاء الله الاهلي يعدي المرحله دي بأكبر قدر من النجاح الفترة اللي جاية دي، رغم انها دوري وكاس وبعد كده عندك كاس العالم للأندية، لا ان شاء الله برضو يمر منها بشكل كويس ان شاء الله. طيب اخيرا استاذ جمال، استاذ عبد الحكيم، لو حابين بقى توجهوا اي رساله، لانه زي ما قلت ودايما انا هاخد الرسائل دي دعما وحبا في الجماهير واللي بيعمله جمهور النادي الاهلي الحقيقه، لانه جمهور النادي الاهلي هو دائما اللي بيكون خلف كل حاجة حلوة. طبعا. وده تعلمناه خلال الفترة اللي فاتت أو منذ أن عشقنا هذا النادي. فعايزك تقول لي أو تقول رسائل للاعبين والجهاز الفني وللجمهور بقى خلال الفترة اللي جاية، علشان أنت داخل على أربع خمس مباريات ورا بعض في وقت زمني قصير جدا. أنا أول حاجة لازم أعتقد الأربع خمس مباريات دول لو ربنا كرمك وكسبتهم سواء في الكاس أو في الدوري هيبقى ليك يعني طبعا. هيبقى بص النادي الأهلي بيلعب لا ينظر إلى نتائج الاخرين. نعم. الاهلي يلعب بس عشان يكسب وعشان يجمع النقاط المطلوبه دون النظر الى اوضاع المنافسين. نمره اتنين، الرساله المهمه وهي الاولى لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتؤازر وتساند بكل قوه، احنا شفناهم النهارده مفيش دقيقه صمت حقيقي، سواء الاهلي مهاجم بيدافع جاب جوان ما جابش جوان، جمهور الاهلي على طول في المدرجات. حاجه عظيمه فعلا يعني رائعه، وارجو ان كل لعيبه النادي الاهلي وكل المسؤولين في جهاز الكوره وهم يعلموا ده من غير ما اقوله، لكن انا بوصي مره اخرى ان هم يبقوا حاطين في اعتبارهم هذا الجمهور العظيم. نعم. هذا الجمهور يستحق من جميع افراد المنظومه كل التعب وكل الجهد، واحنا شفناهم النهارده وهم بيحيوا لعيبه النادي الاهلي بتحيي الجمهور ردا على التحيه بتاعه الجمهور في نهايه المباراه، رغم انه كان في شويه زعل في المباريات السابقه الا انه كله راح وكله بقى ايد واحده. انا قلتها ان هو بيبقوا اللعيبه بس مكسوفه من من نفسهم، حتى مش قادرين يروحوا للجمهور الا لما يكونوا في موقف قوي. لا يعني منظر رائع جدا. أيوة. وده اللي احنا نرجوه دائما، ان تكون العلاقه بين الجمهور وبين اللعيبه على هذا الشكل، وحتى الجمهور لو عنده شكوى او عنده اعتراض يا ريت يقولوها لهم، يعبروا عنها وكل حاجه، بس بشكل يعني في حب اكتر، في تلاحم اكتر يعني. فنرجو ان هذه الصوره تستمر على طول ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عبد الحكيم، انا اتمنى يعني من لعيبه النادي الاهلي ان يكون تلعب بنفس الروح بتاعه المباراه بتاعه النهارده. مباريات الفتره اللي جايه
زي ما قلت لحضرتك ان هي مش على قد ان هي صعوبتها على قد ان هي تكون مفصليه في بطولات معينه. صحيح. يعني سموحه هتخليك توديك فاينل الكاس، الزمالك لو انت مشيت بنفس الماتشات وربنا كرم ان شاء الله وكسبت مباراه الدوري اللي جايه ولعبت الزمالك انبي برده ماتش صعب جدا جدا طبعا. جدا لحد النهارده 2 والمصري مع كابتن حسام شكل كلها انبي مدرب جديد عنده دوافع بالظبط تمام طلعت المصري خسران من اسوان الماتش اللي عدى عنده دوافع عايز يثبت نفسه حسام ابراهيم كسب النهارده كابتن حسام ابراهيم هيبقى عندهم دوافع اكتر كمان سموحه سيمي فاينل كاس مصر ادينا شفنا سموحه بيلعب ازاي وبغض النظر ده نص نهائي بطوله بالظبط يعني بالطموح مختلف هتروح للزمالك دي اعتقد لما توصل لو انت كسبت الماتشات دي مع ان شاء الله يبقى في تعثر للمنافس هتوصل تزيد فرق النقط 21 لو كسبت ممكن تقطع مسافه كبيره جدا انا بس عايز قبل ما تختم يا كابتن اتفضل في كوره اللي يوصفها محمد عبد المنعم محمد صادق لاعب الاسماعيلي السابق عشان اوريك بس فرق الغل هو اصاب لاعب احنا ما اتكلمناش عليه ليه لان اللاعب رايح لمحمد عبد المنعم بعد الكوره اعتذر له محمد صادق ده بيبين قوي ان انت يا كابتن ما تقصدش حقيقي ان احنا في الاول وفي الاخر بنتنافس نقطع بعض في الملعب بس في الاول وفي الاخر بعد ما الكوره ما خلصت برافو عليك والله تمام دي لقطه رائعه لا تبين يا كابتن الفارق ما بين لاعب بيلعب قصده انه ياذي حد لو عندك اسميها تهدى لقطه مهمه جدا دي مهمه ان جمهور النادي الاهلي يشوف لا محمد صادق كان لاعب في الاسماعيلي ودخل على فكره وهو سبب خروج عبد محمد عبد المنعم مصابا بعد الكوره محمد عبد المنعم طالع رايح بيعتذر له بطيب خاطره صح هو دي كوره انت بتلعب على الكوره تلتحم بس في الاخر انت مش قاصد رايح له انا اتحداك لو لقيت عبد الله خالص يعني. اتحداك لو لقيت عبد الله السعيد ورمضان صبحي راحوا لعبت اللاعب ياسر ابراهيم او كريم فؤاد بعد الكوره على فكره انا والله ما بتجناش وعمري في حياتي ما بهاجم بالشكل ده بس انا فعلا شفت ان انت اهو بص يا كابتن بص محمد صادق مش قاصد دخل في الاثنين لاعب محمد عبد المنعم اتعرض له بعد بقى الكرة. محمد صادق هيعمل ايه بص محمد صادق وخارج محمد عبد المنعم هيعمل ايه لو اللقطه دي موجوده بص هو مش قاصد هو اتعرض بص احتك ده دخل بطيب خاطر محمد عبد المنعم ده معناه ان الراجل لا يقصد الاذيه طبعا وروح دي الروح اللي احنا عايزينها تنافس زي ما انت عايز يعني اللقطه دي تنافس زي ما انت عايز ده حقك ككوره مش همنعه عليك لكن تقصد انك تاذي عبد الله السعيد كان قاصد انه يؤذي كريم فؤاد رمضان صبحي داخل لان ياسر ابراهيم كان اعلى منه فنيا وكان متفوق عليه داخل قاصد جدا الاذيه ما راحش اعتذر له وبشيد بجماهير الاهلي ان النهارده لم تتعرض لاي حد خالص وشجعت فريقها بس وده حاجه يعني محترمه واتمنى انهم يكملوا على كده ان شاء الله اتمنى ان احنا نكمل بهذا الشكل وزي ما قلت لحضراتكم بدايه من النهارده احنا هننهي الحلقه دلوقتي بكره هتلاقوا بقى الكلام على ايه على المباريات القادمه امبي هنعمل ايه وشدت امبي وهنعمل ايه في امبي والكابتن طلعت بيلعب بطريقه لعب 11 واحد ورا وبيلعب على هجمات المرتده فبالتالي هيكون عندنا من بكره ان شاء الله نبتدي بقى نتكلم عن المباريات القادمه والتحضير لمباراه امبي ان شاء الله عشان ان شاء الله قطر النادي الاهلي يمشي زي ما هو ان شاء الله ويصل الى انا جايب القطر يا كابتن واحنا نقول قطر النادي الاهلي خلاص النادي الاهلي يمشي علشان يصل ان شاء الله الى نهايه الدوري دايما انا بقول لحضراتكم خلونا ننسى اللي فات وخلينا دايما نفكر في اللي جاي مباراه بيراميدز انتهت خلينا بقى نبدا في التحضير لمباراه ام بي ان شاء الله القادمه انا بشكرك جدا شكرا كمان شكرا جزيلا اشكرك استاذ عبد الحكيم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير